تعرفوا ايه عن مادة الانترودكشن تو دريفاتيفز؟ اي حاجة يعني، اي حاجة تعرفوا عنها، ايه هي، بتتكلم عن ايه، ايه معلوماتكم عنها؟ عايزكم كده في الشات تفاعلوا معايا، اللي تعرفوه عن الدريفاتيفز او حتى معناها ايه او بتتكلم عن ايه. تمام، اتفضلي اتفضلي يا ريحان. هو أنا بصراحة ما أعرفش كتير عنها، بس كل اللي أعرفه إن هي بتتكلم عن المشتقات المالية اللي هي بتبقى عبارة عن كونتراكت ما بين طرفين بيتفقوا على العقد ده إن هم على حاجة معينة، سواء بقى أيا كان الأساس اللي هم بيبقى متفقين عليه بفيوتشر برايس، إن هو بيبقى استيميتد حاطينه بيزد على الماركت برايسز أو على حاجات موجودة في السوق، بيبدأوا إن هم يحطوا ده، وبيجي وقت السيتلمنت بيبدأوا إن هم يشوفوا مين مثلا اللي هيطلع خسران أو كسبان. لازم تقريبا في طرف منهم بيطلع خسران، ممكن ساعات الاتنين يبقوا زي بعض، بس غالبا بيبقى في طرف فيهم خسران. ده اللي أنا هعرفه. تمام. طيب معناها ايه بالعربي الدريفاتيفز؟ معناها ايه بالعربي؟ بقيت الناس عايزكم حتى تفاعلوا معايا كده في الشات، حاسسوني اللي انتوا معايا. معناها ايه؟ مشتقات مالية، معناها المشتقات المالية. تمام. طيب فمشكلة الدريفاتيفز، انتوا طبعا عندكم الكتاب بتاعكم اللي انتوا بتاخدوه، الدكتور عندكم بيشرح لكم المادة من منهج السي اف ايه ليفل 1. فانت عندكم الكتاب اللي معاكم، هتلاقوه كتاب بتاع كابلن شوايزر اللي هو دي النوتس، يعني حد ده مش الكتاب الاساسي بتاع السي اف ايه. هتلاقوا لاحظتوا هتلاقي عندكم مكتوب عليها النوتس، يعني ده التلخيص او السمري بتاع الكتاب نفسه بتاع الديريفاتيفز. رنا انت مش سامعه؟ هو كلكم سامعين ولا رنا بس اللي مش سامعه؟ لا سامعين، لكن الصوت عندي واضح. الصوت هو واضح. طب حد يكتب لرنا طيب اللي هي عندها مشكله في الصوت. هي تكونكت اوديو او حاجة. هي لسه كونكت. تمام رنا، انت سامعانا دلوقتي؟ طب حد يكتب لها طيب اللي هي تدخل وتخرج وتدخل تاني ولا؟ تمام. طيب لغايه ما هي تشوف ايه المشكله اللي عندها نكمل. فطبعا الدريفاتيفز انتوا بتاخدوه زي ما قلت لكم من الكتاب اللي هو بتاع شوايزر، اللي هي النوتس بتاع سي اف اي ليفل 1. طبعا دي ماده من المواد الموجوده في شهاده السي اف اي. تعرفوا حاجه عن شهاده السي اف اي ولا دي اول مره تسمعوا عنها؟ تعرفوا يعني السي اف اي؟ انا عايزكم تتحمسوا معايا كده. ولا انا اعرف اللي هي ليها علاقة بالفاينانس وفيها 3 ليفلز. بالظبط كده، هي عباره عن 3 ليفلز، عباره عن 3 ليفلز متعلقه بالفاينانس، يعني متعلقه اكتر بالايفالويشن بتاع الستوك والبونز والكلام ده كله. طبعا انتوا اخدتوا الكوربريت فاينانس، فالكوربريت فاينانس اللي انت اخدتوه الترم اللي فات ده برضو ماده موجوده في ليفل 1، وفي ماده من المواد الموجوده في ليفل 1 هي بتتكلم على الدريفيتيفز. تمام. فانتوا لو لاحظتوا هتلاقوا الدريفيتيفز النوتس اللي معاكم، هتلاقوا كل ريدنج اسمها ريدنج بقى، اسمها الشابتر، كل ريدنج هتلاقوا حوالي 6 7 صفحات. بس مشكلته في الكلام اللي انت مش هتحس ان انت فاهم هو قصده ايه. يعني هتلاقي الكلام نفسه، المصطلحات اللي موجوده، هتلاقي المصطلحات الموجوده عندك في الكتاب
صعبة أو مش فاهم هو قصده بيها إيه، مش قادر تتخيل الكلام. فأحسن حاجة عشان نبتدي نفهم الدريفتيفز اللي إحنا ناخدها على شكل إيه؟ ناخدها على شكل قصة، ناخدها على شكل قصة. تمام، فتعالوا نبتدي مع بعض نشوف القصة دي. هنفترض اللي إحنا عندنا واحد أهو، هنفترض إن ده هنسميه عوضين، عنده عربية، عنده عربية، تعالى نجيب له عربية أهي. خليكم معايا أجيب العربية. عنده عربية، طيب العربية دي هو بتاعته ملكه، بس هو هيدخل الجيش أو ناوي يسافر، ناوي يهج، فعاوز يبيع العربية بتاعته. هو هيهج كمان، هيهج كمان 3 شهور، فهيضطر يبيع العربية. أو إحنا دلوقتي فين؟ إحنا دلوقتي في جانيوري 1، هنفترض إن إحنا في جانيوري 1، في شهر جانيوري. طيب فهو نزل السوق يشوف العربية دي تمنها كام، لأن العربية تمنها 60,000 جنيه، لأن العربية تمنها في السوق 60,000 جنيه. طيب بس هو مش عاوز يبيع العربية دلوقتي، لأن هو لسه هيهاجر كمان إيه؟ هيهاجر كمان 3 شهور. طيب يعمل إيه؟ قال لك طب أنا عايز أثبت السعر، أنا خايف إن أنا أجي كمان 3 شهور ألاقي سعر العربية قل، وأنا محتاج الفلوس دي عشان أسافر أهاجر بيها. فقال لك طب أنا هشوف حد أتفق معاه إن أنا أبيع له العربية ب 60,000 كمان 3 شهور، ويبقى أنا كده إيه؟ ضمنت ال 60,000. فلقى لا قصاده مين؟ لا قصاده محمدين أهو. ده محمدين. محمدين قال له خلاص أنا هشتريها منك، هشتري منك العربية كمان 3 شهور ب 60,000. فقال له طب حلو أوي، تعالى نعمل إيه بقى؟ تعالى نعمل اتفاق. فراحوا عملوا اتفاق، راحوا عملوا عقد أهو. الاتفاق ده سجلوا فيه كل حاجة اتفقوا عليه، اتفقوا ان هما، انا نزوم عليها، اتفقوا ان هما هيبيعوا ويشتروا في العربية وان كار. تمام، اتفقوا ان السعر بتاعها هيكون 60,000، واتفقوا ان الكلام ده هيحصل كمان 3 شهور، in 3 months، يعني احنا دلوقتي في يناير، يبقى الكلام ده كله في مارس 2021. فيها مشكلة الموضوع ده اللي احنا اتكلمنا عليه، ده اللي احنا وصفناه، ده اسمه ايه؟ ده اسمه forward contract. اللي احنا وصفناه ده اسمه ايه؟ اسمه forward كونتراكت. ليه فورورد كونتراكت؟ لان هو بيتفقوا على حاجه في المستقبل، فورورد كونتراكت. يعني الفورورد كونتراكت بكل بساطه عباره عن ايه؟ عباره عن اتفاق، عباره عن اجريمنت. يعني الفورورد كونتراكت دي عباره عن اجريمنت، بس الاجريمنت ده هم عملوه امتى؟ اتفقوا عليه امتى؟ او مضوا على العقد ده امتى؟ حد يقول لي العقد ده، الاتفاق ده اتعمل امتى؟ الوقت الحالي اللي هم اللي هو يعني يناير، صح ولا غلط؟ جانيوري. تمام، جانيوري ده احنا بنسميه ايه بقى؟ عندنا في الدريفتيفز او بنستخدم مصطلحات معينه. المصطلحات دي اللي هو ايه؟ دلوقتي الوقت الحالي ده بنسميه ايه؟ بنسميه تي ايكوال زيرو، او تي نود، يعني زيرو بنسميها نود، او تي ايكوال زيرو. يعني دلوقتي لما تلاقي تي ايكوال زيرو ده قصده بيها ايه؟ قصده بيها دلوقتي، ناو. قصده بيها ايه؟ دلوقتي. فالاتفاق ده هم عملوه امتى؟ عملوه دلوقتي اللي هو في يناير 2021 طبعا. وبعد ما عملوا الاتفاق كل واحد فيهم مضى، يعني جالك هنا اهو محمدين، جه مضى هنا اهو، وعوضين جه مضى هنا، وخلاص ده كده بقى ايه؟ بقى اتفاق ما بينهم هما الاثنين، بقى اتفاق ما بينهم هما الاثنين. طيب ينفع حد فيهم يجي في شهر مارس او شهر 3 2021 ويقول لك لا انا مش انا مش ناوي مش ناوي اوفي بالعقد ده؟ ينفع حد فيهم يجي
في مارس بعد 3 شهور يقول لك لا انا غيرت رايي، ولا هم ملزمين دلوقتي؟ هم دلوقتي مضوا على عقد، يبقى ملزمين ولا ممكن حد فيهم يرجع في كلامه؟ لا ملزمين. ملزمين، ده عقد صح ولا غلط؟ لما نمضي على عقد يبقى لازم توفي بالعقد ده، يا اما تدخل السجن. فدلوقتي مين؟ دلوقتي محمدين اللي هو صاحب العربيه عنده obligation to buy ولا to sell؟ عنده obligation اللي هو يبيع العربيه ولا يشتري العربيه؟ يبيعها to sell. تمام مظبوط. طيب ومحمدين عنده obligation to ايه؟ to buy. صح ولا غلط؟ يعني ما عادش بقى ايه؟ ما ينفعش حد فيهم يرجع يقول لك انا غيرت رايي، لا خلاص انت عليك obligation، عليك التزام. هما الاثنين عليهم ايه؟ عليهم obligation، التزام. طيب فدلوقتي محمدين ده هو ده الباير، ده السيلر، هيسف ده السيلر اللي هيبيع، ومحمدين ده الايه؟ ده الباير. طيب وده اسمه الايه؟ اسمه الفورورد كونتراكت. تعالى نبص على فورورد كونتراكت تاني كده مع بعض. تعالى نبص هما كاتبين فيه ايه. هتلاقي العربية دي مش ده الاسيت اللي هم اتفقوا يبيعوا ويشتروا فيه كمان 3 شهور، صح ولا غلط؟ ده الاصل اللي هم كان الاتفاق عليه، هنبيع ونشتري في العربية كمان 3 شهور. اللي ده بيسموه ايه بقى؟ بيسموه underlying asset. underlying asset يعني ده الاصل اللي هو بتاع الاتفاق، يعني الاتفاق كله معمول على الايه؟ معمول على الاصل ده، معمول على الاسيت دي، معمول على العربية دي. تمام. طيب ال 60,000 دي بقى بتمثل ايه؟ ال 60,000 بتمثل ايه؟ بتمثل السعر اللي هم اتفقوا عليه يبيعوا ويشتروا بيه العربيه في المستقبل قدام، صح ولا غلط؟ اللي هو كمان 3 شهور. فدي بنسميها الفورورد برايس او الفيوتشر برايس، ده بنسميه الفورورد او الفيوتشر برايس. حاجة صعبة؟ طيب هما اتفقوا يبيعوا ويشتروا كمان قد ايه؟ كمان 3 شهور، يعني اتفقوا يبيعوا ويشتروا كمان 3 شهور. طيب ال3 شهور دولت اللي هو في مارس 2021 بنسميها ايه؟ بنسميها دي الماتيوريتي، ليها كذا اسم، بنسميها الماتيوريتي او الاكسبيريشن بتاع العقد، او بنسميها السيتلمنت ديت، يعني ده التاريخ بتاع الايه؟ لازم كل واحد يسوي الاوبليكيشن اللي عليه. ماتيوريتي يعني النضوج، اكسبيريشن يعني خلاص انتهت، ده فتره انتهاء العقد، او السيتلمنت اللي هو خلاص لازم ايه؟ نسوي العقد، نعمل تسويه، انت تبيع لي وانا اشتري منك. خلاص فهمنا الفورورد كونتراكت، فهمنا الفورورد كونتراكت بيبقى فيها ايه، فهمنا ايه هي الاندرلاينج اسيت، وفهمنا ايه هو الفورورد برايس. في حاجه صعبه لغايه دلوقتي؟ حد عنده سؤال في اللي احنا قلناه؟ كلكم متابعين معايا؟ بقيت الناس متابعين معايا؟ تمام تمام طيب يبقى تي ايكوال زيرو ده دلوقتي اللي هم عملوا فيه العقد. تمام. ده هنسميه ايه؟ ده هنسميه اللي عمل فيه انيشيشن للايه؟ للعقد، او عملوا الانسبشن، انشاوا فيه العقد، انيشيشن او الانسبشن. والتاريخ اللي هو مارش 2021، طبعا هقول لكم دي معلومه، دي بنسميها ايه؟ بنخليها بنرمز لها تي كابيتال. يعني لما اقول لك التي كابيتال ده الايه؟ ده الوقت اللي هو اللي هيحصل فيه اكسبيريشن للعقد، او كل واحد لازم ايه؟ ياخد حقه وان ايه؟ والعقد ده يخلص بقى، ينتهي. طيب دلوقتي انا عايز اسالكم سؤال، انا عايز اسالكم سؤال، هم حددوا 60,000 دي ازاي؟ هنفترض، انا قلت لكم هنفترض ان هم نزلوا السوق ولقوا ان العربية سعرها في السوق 60,000، صح ولا غلط؟ يعني هم مثلا هنفترض دلوقتي اللي احنا عندنا في تي ايكوال زيرو، تي ايكوال زيرو اللي هو دلوقتي ناخد، خلينا تبقى اوسع.
عندنا في تي ايكوال زيرو اللي هو دلوقتي وقت انشاء العقد، عندنا تي ايكوال 1 اللي هو بعد ما عملنا العقد بشهر الفترة الأولانية في العقد، عندنا تي ايكوال 2 تمام اللي هو بعدها بشهرين هو شهر فبراير، عندنا تي ايكوال 3 اللي هو ده آخر حاجة في العقد اللي هو شهر مارس اللي هو الايه اللي هو الاكسبيريشن او السيتلمنت. تمام، عندنا حاجتين لازم نفرق ما بينهم، عندنا حاجة اسمها السبوت برايس، عندنا حاجة اسمها السبوت برايس. السبوت برايس ده بنسميه ايه؟ بنسميه الكرنت برايس، ده السعر الحالي بتاع العربية في السوق، الكرنت برايس. ده الكرنت برايس، السعر الحالي بتاع العربية في السوق. طيب وعندنا الفورورد برايس او الفيوتشر برايس اللي احنا ايه اللي احنا اتفقنا عليه، عندنا الفورورد برايس او الفيوتشر برايس اللي احنا اتفقنا عليه في العقد. طيب واحنا في العقد اتفقنا على السعر يكون كام؟ اتفقنا على العقد السعر يكون كام بتاع العربية؟ دي يرد عليا 60,000. طب بيت الناس، انا عايزكم في الشات حتى الناس اللي مش هتتكلم. 60,000 يا دكتور. تمام، طب واحمد وبالنسبه يوسف وهدير اتكلموا كده في الشات، حاسين انتوا معايا. طيب يبقى احنا اتفقنا ان العربيه محمدين وعوضين اتفقوا ان هم هيبيعوا الشرب العربيه بكام؟ 60,000. هل السعر ده هيتغير؟ هل السعر ده هيتغير ولا هم خلاص ثبتوه؟ لا، ثبتوه ان هو ثابت في العقد. ثبتوه في السوق. ثبتوه صح؟ يعني هو السعر ده هم ثبتوه، هم ثبتوا السعر ده، هم خلاص اتفقنا ان احنا هنشتري ونبيع في العربيه كمان ايه كمان 3 شهور ب 60,000، يبقى السعر ده هيفضل ايه ثابت، يعني كمان شهور كمان 3 شهور انت هتدينا العربيه وانا هديك 60,000، مالناش دعوه السوق العربيه فيه بكام، صح ولا غلط؟ هم خلاص ثبتوا السعر وما لهمش دعوه ان كمان 3 شهور السوق هيبقى مقيم العربيه بكام، يعني هم في خلال الفتره دي هم ثبتوا سعر العربيه عند كام؟ عند 60. وانا قلت لكم هنفترض ان هم حددوا سعر 60 ده ان هم جم في يناير كان عوضين بص في السوق لقى ان العربيه بتتباع في السوق ب 60، فهو حب ايه؟ حب يثبت السعر ده، حب يثبت السعر ده، فاتفق ساعتها مع محمدين ان هم ايه يثبتوا السعر ده على طول لغايه ايه؟ لغايه 3 شهور ما تعدي ويبيع له العربيه وياخد ال 60,000. بس هل السوق هيفضل مثبت سعر العربيه؟ ده سؤالي بقى، هل السوق هيفضل أو لا يا دكتور؟ اكيد لا. ليه بقى؟ لان هو خلاص هم محمدين ومعوضين هم اللي مثبتين السعر ما بينهم هم الاثنين، السوق ما لهمش دعوه، السوق ما يعرفش الاتفاق اللي ما بينهم. العربيه في السوق سعرها هيتغير، ليه؟ لان العرض والطلب، صح ولا غلط؟ هم عوضين ومحمدين ثبتوا السعر ما بينهم هم الاثنين، اما انا السوق ملوش علاقه بالموضوع ده، فساعتها ممكن تلاقي السوق مثلا بعديها بشهر سعر العربيه قل من 60 بقى 50، ممكن بعديها بشهر تلاقي العربيه زادت من 50 بقت 65، بعديها تلاقيها زادت من 65 بقت 70، لان ده ايه؟ ده سعر السوق، ده الكرنت برايس، ده السعر الحالي اللي في السوق، ده السعر الحالي اللي في الايه اللي في السوق، وده هيختلف وده بيعتمد على الايه؟ بيعتمد على العرض والطلب. في حاجه صعبه لغايه دلوقتي؟ في حاجة مش مفهومة؟ تمام. طيب عندي سؤال بقى، ساعة ما عملوا العقد اللي هو في تي ايكوال زيرو او تي نود، العقد ده كان في مصلحة مين؟ يعني كان ليه قيمة ان العقد ده الورقة دي كانت بتدي لحد ميزة عن التاني؟ اكيد يعني الاثنين مستفيدين يا دكتور. لا ماشي، انا بتكلم دلوقتي، يعني هل في تي ايكوال زيرو كان في حد فيهم كسبان او لا. حد فيهم خسران؟ ولا انت لا. مثلا لا. العربيه دي في السوق سعرها 60,000 وانا اشتريها منك ب 60,000، فما حدش كسبان ولا خسران، ما حدش فيه الافضليه، صح؟ ما حدش ليه الافضليه، ما حدش ليه الايه؟ الافضليه، يعني كانت العقد ده قيمته للاثنين زيرو، لان هو ما حدش ليه الافضليه، صح ولا غلط؟ يعني هنا اهو كانت زيرو قيمه العقد، زيرو قيمة العقد دي معناها أفضلية العقد، معناها الأفضلية، مين اللي ليه الأفضلية؟ ساعتها كان العقد قيمته كام؟ زيرو. ليه؟ لأن محدش ليه الأفضلية. طيب بعديها بشهر
بعديها بشهر. هما طبعا لسه مثبتين السعر عند كام؟ مثبتين السعر عند 60، صح ولا غلط؟ طيب بس السوق شايف ان العربية تساوي كام؟ السوق شايف ان خمسين العربية تساوي كام؟ 50. خمسين طيب حد يقول لي بقى مين اللي كسبان ومين اللي خسران في الموضوع ده؟ ان هما دلوقتي هما الاتنين الخسران ثبتوا هيبقى السعر. المشتري، السعر هو اللي الخسران المشتري لأن هو ما هيشتريها بسعر واحدة أقل واحدة، من سعر السوق. علي صوتك بس لا مش بتكلم. رحاب تمام، هو اه السيلر هو ايوه المفروض إن هو كسبان لأن هو كده باعها بسعر أقل أعلى من سعر السوق، تمام، في الوقت تمام الحالي. لكن الباير المفروض إن هو هيبقى ما قلت ايه، السيلر هيبقى طيب كسبان والباير هيبقى خسران. تمام. تعالوا بس نشوفها ايه، نشوفها هو فعلا زي ما قالت رحاب، بس تعالوا نفهمها مع بعض. عارفين ال 60,000 ده؟ ال 60,000 ده اللي هو ايه؟ ده بيسموه لوكد ان برايس، يعني هم ثبتوا سعر. يعني ده ال 60,000 دي، ال 60,000 دي لوكد ان برايس، يعني هم مثبتين السعر عند 60,000. طيب دلوقتي هم جم الشهر اللي بعديه، هم خلاص هم الاثنين ملزمين ب 60,000، فالبايع ده اللي هو معاه العربيه لقى ان سعر العربيه في السوق قل بقى 50,000، هل هيبقى قلقان؟ لما سعر العربيه بتاعته في السوق يقل، هل هيبقى قلقان؟ لا مش قلقان. ليه؟ لان هو خلاص مثبت السعر عند 60,000، مثبت السعر عند 60,000. فلما سعر السوق يقل هيقول لك ايه ده، انا كسبت، انا ايه؟ انا كسبت، ده انا عديت من الايه؟ من الوقعه دي. هو دلوقتي لو كان باع عربيته في السوق كان هياخد كام؟ لو باع عربيته في السوق كان هياخد كام؟ كان هياخد 50,000. بس هو دلوقتي مش قلقان. ليه؟ لان هو مثبت السعر عند كام؟ مثبت السعر عند 60، صح ولا غلط؟ يبقى هو دلوقتي كسبان كام؟ هيبقى كسبان 10، صح ولا غلط؟ طيب اللي هيشتري منه بقى، الباير اللي هيشتري منه، هل هيبقى فرحان؟ تفتكر لا، الباير ده هيبقى كويس، هيبقى فرحان ولا هيبقى متضايق؟ يبقى من ده انه يبقى خسران باشر. هيبقى متضايق. ليه؟ هيبقى متضايق عشان هو دلوقتي كان ممكن يشتري العربية دي من السوق ب 50,000، بس هو مضطر يدفع كام؟ 60 ستين تعويضين، صح ولا غلط؟ تمام. فعشان كده ال10 دي، انا كتبت لك 10 صح؟ طيب ال10 دي ايه؟ ال10 دي بتتقسم ان هيبقى فيها مكسب للباير، مكسب للسيلر اللي هيبيع، مكسب للسيلر 10 صح، لان هو خلاص هو هيبيع العربيه ب 60، بس هي العربيه دي اساسا تساوي في السوق 50. تمام. انت عارفين ليه بنعتبرها مكسب دي؟ عارفين ليه بنعتبرها مكسب دي؟ لان هو حتى لو معهوش العربيه هينزل يشتري العربيه من السوق بكام؟ ب 50، ويروح يبيعها لمحمدين بكام؟ ب 60. بستين يبقى كسب 10. يقول لك ده انا ايه، ده انا كده كسبت 10 من الهوا، انا معيش العربيه، نفترض ان انا معيش العربيه، انزل من السوق اقول لهم ايه، هاتوا لي العربيه دي وادفع لهم 50,000 واروح ابيعها للزبون اللي انا ايه ضحكت عليه ومتفق معاه في العقد على 60، واخد انا الكام؟ واخد انا ال10. طيب المحمدين بقى، محمدين متضايق. ليه؟ لان هو ملزم ان هو يدفع لي 60 في حاجه دلوقتي السوق شايف انها تساوي كام؟ 50. فبالنسبه له ال10 دي بالنسبه له ايه؟ خساره، صح ولا غلط؟ يبقى اللي هيشتري ايه؟ خسران، صح ولا غلط؟ انتوا معايا؟ تمام. طيب يعني دلوقتي واحد فيهم كسبان والتاني فيهم ايه؟ خسران. طيب تعالوا نشوف في الشهر اللي بعديه، الشهر اللي بعديه ايه اللي حصل؟ الشهر اللي بعديه ايه اللي حصل؟ سعر رفع، السعر زاد بخمسة. سعر العربية زاد. يعني هنا بص، في تي ايكوال 1 كان السعر قل، انا هحط هنا اهو تي ايكوال 1 كان سعر السوق قل عن اللي احنا كنا متفقين عليه. طيب في تي ايكوال 2 لا، ده السعر ايه؟ زين زاد عن السعر اللي احنا كنا متفقين عليه. طب تعالى نشوف هتأثر فيهم ازاي. دلوقتي الفرق ما بين السعر بتاع السوق والسعر اللي احنا متفقين عليه كام؟ 15 خمسة. خمسة سوري خمسة خمسة تمام، خمسة. طيب الخمسة دي مين اللي كسبان ومين اللي خسران؟ تعالوا نشوف، هم السنة مثبتين السعر عند كام؟ ستين مثبتين عند 60.
طيب فدلوقتي البايع هيضطر يبيع العربية بكام؟ ب 60، مع انه كان ممكن ب 60 ينزل يبيعها في السوق بكام؟ 65 65. يبقى هو كده ايه؟ متضايق ان هو كده خسران صح. خسران، صح؟ خسران. هو كان ممكن يبيعها في السوق ب 65، بس انا مضطر ابيعها بكام؟ ب 60. يبقى باثنين دلوقتي هقول ان السيلر خسران كام؟ نيجاتيف 5 خسران نيجاتيف 5. طيب والباير كسبان ولا خسران؟ كسبان 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 كام؟ بوزيتيف 5. لان هو دلوقتي هيشتري حاجه ب 60، وممكن ينزل بعد ما يشتريها ب 60 من السيلر، ينزل يبيعها في السوق بكام؟ بخمسه. 65 65، صح ولا غلط؟ يبقى الباير هو اللي كسبان، صح؟ تمام. طيب قولوا لي اخر حاجه، تي ايكوال 3 بقى اللي هو نهايه العقد. كل ده على فكره هم ما باعوش واشتروا، يعني كل ده ايه اللي هو اللي كسبان وخسران، بس هو ما يعني مش حقيقه، مش مكسب وخساره حقيقيه، لان هم ما كانوش لسه ايه العقد انتهى، وما يبتدوا فعلا يكسبوا ويخسروا امتى؟ في نهايه العقد. فاحنا جينا بقى في نهايه العقد خلاص بقى اخر حاجه اللي هو تي ايكوال 3، السعر بقى كام؟ رجع زاد تمام. تاني 70، صح؟ يبقى الفرق ما بينه وما بين اللي احنا كنا متفقين عليه كام؟ 10 10. 10. طيب مين اللي كسبان ومين اللي خسران؟ السيلر خسران والباير كسبان. تمام، لان هو كان السيلر خسران، اللي هو كان ممكن ينزل يبيع العربيه في السوق بكام؟ ب 70، سبعين بس بس دلوقتي بيبيعها هيبيعها بكام؟ ب 60. ب 60. فهو دلوقتي السيلر خسران بس الباير مبسوط. ليه؟ ده انا ممكن اشتري العربيه دلوقتي ب 60 وانزل بعد ما اشتريها على طول ابيعها في السوق بكام؟ تمام ب 70. يبقى هو كسب ال10. طيب لاحظتوا حاجه؟ لما السعر بيقل، لما السعر قل عن الرقم اللي احنا مثبتينه، لما السعر قل عن الرقم اللي احنا مثبتينه، مين اللي كسب؟ السلر انتوا معايا؟ انا عاوز بقيه الناس تشارك معايا، انا حاسس بس اللي في 2 3 بيشاركوا معايا وبقيه الناس لا. يعني احمد فتحي وهدير ومروان ونورهان ورنا وسلمى ويوسف، يعني معاكم، خليكم معايا كده. تمام، مش عايز الناس تبقى قاعده سامعه بس. طيب دلوقتي لما السعر قل، لما السعر قل في اول حاله، لما السعر قل عندنا في اول حاله هنا اهو، مين اللي كسب؟ عايز الناس تقول لي في الشات. السلر سلر يا يوسف اكتب في الشات، مفيش مشكله. السيلر هو اللي كسب، السيلر هو اللي كسب، صح ولا غلط؟ لما السعر قل هو السيلر هو اللي كسب، ان هو مثبت السعر. طيب لما السعر زاد مين اللي كسب؟ الباير الباير. فعشان كده بقى السيلر ده بيسموه ايه؟ ساعات بيسموا السيلر اللي ليه شورت بوزيشن، يعني السيلر ده هنقول شورت. تاني ده الشورت، يعني ايه الشورت؟ يعني بيكسب لما السعر يقل، لما السعر يقل هو يكسب، لان هو مثبت السعر، هو مثبت السعر، فلما السعر يقل هو ايه؟ هيكسب. طيب الباير بيكسب امتى؟ لما السعر ايه؟ يزيد، يزيد صح؟ يبقى الباير ده نسميه الايه؟ اللونج. لونج بيكسب لما السعر ايه؟ يزيد لفوق، ما انا السيلر بيكسب لما السعر ايه؟ ينزل لتحت، عشان كده سموه ده شورت وسموه ده ايه؟ لونج. فعشان كده هتلاقي عندك دايما السيلر، ما بنقولش بقى سيلر وباير، يعني احنا دايما بقى في الدريفيتيفز ما بنقولش سيلر ما بنقولش باير، نقول دايما على السيلر ده عنده الشورت بوزيشن، ده عنده الشورت بوزيشن، والباير ده عنده ليه؟ عنده لونج اللونج بوزيشن. بوزيشن. حاجة صعبة؟ حاجة مش مفهومة؟ طيب فطبعا احنا قلنا ايه؟ تعال نصغر دي شوية. تمام.
طبعا احنا قلنا العشرة دي معناها ان حد فيهم هيكسب وحد فيهم ايه هيخسر، يعني تعالى نكتبها برضو. العشرة دي مين اللي كسب؟ اللي كسب مين بقى؟ سعر زاد يبقى مين اللي كسب؟ اللونج، صح ولا غلط؟ البايع. الباي. اللونج لما السعر زاد يبقى اللونج الطويل بقى اللي هو كسب، اللي هو يكسب لما السعر يزيد. طب مين اللي خسر؟ الشورت. تمام، يعني هنا اللي كسب هنقول اللونج، واللي خسر مين؟ الشورت. حاجة صعبة؟ طيب يبقى ده هنا لونج وهنا شورت. طيب حد ملاحظ حاجة؟ حد فيكم ملاحظ حاجة من اللي احنا قاعدين نكتبه ده؟ بصوا كده، ان لو حد خسر مثلا 10 التاني بيكسب 10. صح ولا غلط؟ يعني لو حد كسب 10 التاني بيخسر كام؟ لو حد كسب 10 التاني بيخسر كام؟ الناس اللي في 10 ولا الاماونت الناس اللي في الشات اكتبوا، يبقى زيرو، صح ولا غلط؟ الفرق ما بينهم كام؟ زيرو. الفرق ما بينهم طيب زيرو. واللي في تاني لو ده خسر 10 ده يكسب كام؟ ده لو ده خسر 5 ده يكسب 5، زيرو. يعني من الاخر اللي هيكسبه واحد هيخسره مين؟ اللي هيكسبه واحد هيخسره التاني، لو اللي هيكسبه الطرف اللي هيكسبه طرف هيخسره الطرف اللي ايه؟ التاني، صح ولا غلط؟ عشان كده سموها ايه؟ سموا الدريفتيفز زيرو سام جيم. زيرو سام جيم، يعني ايه زيرو سام جيم؟ يعني اللي هيكسبه شخص اللي هيخسره التاني، زيرو سام جيم. لانها ايه؟ لانها عامله زي ما يكونوا بيراهنوا قصاد بعض على سعر الايه؟ بيراهنوا على بعض على سعر الايه؟ على سعر العربيه. فلو حد فيهم كسب الرهان التاني ايه؟ هيخسره. فعشان كده في ناس تقول لك الدريفتيفز مش كويسه، ليه؟ لانها ما بتعملش، ما بتزودش حاجه في الاقتصاد، لا ده هي اتنين بيتراهنوا قصاد بعض، اللي هيكسبه واحد هيخسره التاني، بس الاقتصاد ككله، الاقتصاد ككل ما استفادش حاجه، صح ولا غلط؟ انتوا معايا؟ كلكم فاهمين الحته دي؟ تمام. طيب دكتور معلش، يعني يا اسالي هو قصد حضرتك كده يعني ده مش هيأثر على حاجة، هو ده على طرفين بس؟ ايوه، يبقى بيأثر على الطرفين بس، يعني اللي هيكسبوا محمدين اللي هو الباير هيخسروا مين؟ عوضين بس. تمام. يعني خدت من فلوس من شخص اديته للشخص التاني، بمعنى هل في فلوس دخلت الاقتصاد؟ هل احنا بس لا انتجنا حاجه وبعنا حاجه فجابت لنا فلوس؟ لا. هل انت عملت حاجه جديده؟ ما عملتش حاجه جديده، انت دوب خدت من ده اديت لي ده. تمام. صح ولا غلط؟ وهنعرف بعد كده ان هي الدريفتيفز دي بيبقى ليها هدفين وهنعرفهم مع بعض. حاجه اسمها هيدجينج بس هنتكلم عليها، زيرو سام جيم دي بيبقى ليها هدفين او ليها غرضين. هيدجينج او سبيكيوليشن. تعرفوا بس الاسامي دلوقتي وهنتكلم عليهم قدام. طيب عارفين اللي انا كنت كاتبه بالازرق ده اللي هو 0 و10 و5 و10، انا كنت بقول لك دي قيمه العقد، دي قيمه العقد الايه؟ لكل طرف، صح ولا غلط؟ يعني ده بنسميها الفاليو بتاعت العقد، دي بنسميها الفاليو. نكتبها هنا اهو، دي بيسموها الفاليو اوف كونتراكت او بيسموها البي اوف. الفاليو اوف كونتراكت او ليها اسم تاني اسمه الايه؟ البي اوف، قيمه العقد. يعني ايه قيمه العقد؟ قيمه العقد لكل طرف. لاحظ ان قيمه العقد بتختلف من طرف للتاني، يعني قيمه العقد بتختلف من ايه؟ من طرف للتاني. يعني ايه؟ يعني مثلا لو انا دلوقتي اصل احنا دلوقتي معانا عقد اهو، معانا عقد دلوقتي، العقد ده ان دلوقتي العربيه سعرها في السوق زي ما احنا شايفين سعرها في السوق 70، وانا اللي هشتري بس انا هشتريها بكام؟ ب 60. فيبقى العقد ده بالنسبه لي قيمته كام؟ قيمته 10، انا كسبان فيه 10. يعني الورق دي لو ضاعت مني انا كده راح عليا كام؟ راح عليا 10,000. بس بالنسبه اللي هيبيع العقد ده بالنسبه له ايه؟ خساره. هو لو عليه نفسه ان محمدين اللي هيشتري منه يضيع العقد، صح ولا غلط؟ فدايما قيمه العقد بتختلف من الطرف للطرف الثاني، صح ولا غلط؟ كلكم فاهمين معايا الحته دي؟ يعني قيمه العقد بتختلف من طرف لطرف،
لو انا هكسب، لو العقد ده بالنسبه لي يساوي 10، يبقى بالنسبه للطرف الثاني بيخسروا كام؟ بيخسروا 10. عرفنا ايه هي البي اوف؟ خلاص عرفنا المصطلح بتاع البي اوف ده معناه ايه؟ لو دكتور حد انا مش عنده فاهمه مشكله حته ازاي. ماشي هنشوف. طيب مين تاني اللي مش فاهم؟ استنى احمد اتكلم كده، احمد رافع ايده ما اشوف. دكتور لا هي البوينت دي بالنسبه لي واضحه، بس انا بس عايز في حاجه، هو ليه احنا بنعمل ايفالويشن يعني يعني بير مانس، يعني ليه انا خلاص انا ثبت البرايس بتاعي 60000، ليه ما ببصش في اخر الفتره بتاعتي اللي هي بعد 3 شهور خلاص انا لقيت اللي هو 70000، انا خلاص انا كسبت اوريدي ال 10000، ليه بعمل ايفالويشن كل شهر يعني على حسب بقى الفتره سواء انا 3 من شهور او هقول لك، انا بس انا بفهمك ان قيمه العقد بتختلف كل شهر، هو فعلا امتى يكسبوا وامتى يخسروا في الاخر زي ما انت قلت. يعني احمد برضو عنده حته كويسه، بيقول لك ايه، انا ليه بعمل ايفالويشن كل شهر؟ هو انا هبيع واشتري كل شهر؟ لا احنا مش هنبيع ونشتري كل شهر، انا كنت بحاول افهمك ان قيمه العقد بتختلف. اللي كان عايز يسال على البي اوف خليه شويه، بس عايز اقول حاجه اللي ايه هي، ان البي اوف اللي هو فاليو اوف كونتراكت اللي هو البي اوف ده بيمثل ايه؟ بيمثل قيمة العقد. أنا ده نكتبها هنا أهو، البي أوف ده بيمثل الفاليو أوف العقد اللي هو العقد الفورورد كونتراكت ده بيمثل إيه؟ الديريفيتيفز أوف الديريفيتيفز. ما هو الفورورد نوع من الديريفيتيفز. طيب أنا كنت عايز بقى، أنا بعمل لك ليه الحكاية دي؟ عشان أقول لك إن قيمة الديريفيتيفز قعدت تختلف، صح؟ قيمة الديريفيتيف اختلفت من 0 ل 10، بعد كده رجعت 5، رجعت 10. طب هي قيمة العقد اختلفت، ايه اللي خلاها تختلف؟ حد يقول لي قيمة العقد اختلفت من 0 ل 10 ل 5 ل 10، يعني ايه اللي أثر فيها؟ ايه اللي أثر على قيمة العقد؟ أو ايه اللي أثر على قيمة الديريفيتيفز دلوقتي؟ السبوت برايس السبوت برايس بتاع ايه؟ السبوت بتاع برايس ده الماركت، بتاع ايه؟ بتاع الماركت بتاع ايوه بتاع بتاع ايه؟ سبلاي والديماند. بتاع الايه؟ بتاع القلم مشاور عليها دي ايه؟ العربية، صح ولا غلط؟ الأسيت، صح ولا غلط؟ العقد قيمته اختلفت لما سعر العربية في السوق عادي يختلف، صح ولا غلط؟ يعني ده السبوت برايس بتاع الاندرلاينج اسيت، يعني ده السبوت برايس بتاع الاندرلاينج اسيت، ده الفاليو اوف اندرلاينج اسيت. يعني شفتوا لما سعر العربيه اتغير او سعر الاندرلاينج اسيت اتغير في السوق، قيمه العقد او قيمه الديريفيتيفز ايه؟ اتغيرت، صح ولا غلط؟ فعشان كده بيسموها ايه بقى؟ عشان كده بيسموها ديريفيتيفز. يعني ايه ديريفيتيفز؟ مشتقات ماليه. ليه سموها مشتقات ماليه؟ لانها بتشتق قيمتها، تشتق القيمه بتاعتها من الايه؟ من الاسيت اللي تحتيها. يعني قيمه الديريفيتيفز تعتمد على قيمه الايه؟ الاسيت اللي تحتيها، بتتاثر بقيمه الايه؟ الاسيت. درايفز اتس فاليو، يعني بتاخد قيمتها من قيمه الايه؟ الاسيت اللي تحتيها. يعني قيمه الديريفيتيفز تعتمد ديبندز on الايه؟ ال underlying asset. حاجة صعبة؟ حاجة مش مفهومة في الحتة دي؟ انت معايا؟ خلاص فهمت يا احمد انا كنت ليه بشرح الحتة دي؟ هو فعلا هم مش هيكسبوا ويخسروا غير في الاخر. ما انا كنت بفهمك ان قيمة العقد ايه؟ بتتغير. تمام يا دكتور، شكرا لحضرتك يا دكتور. العفو. كان مين بقى بيسأل على البي اوف؟ مين كان بيسأل على البي اوف؟ رحاب ولا مين؟ لا انا سلم. تمام ماشي يا سلمى. قيمة العقد معناها ايه؟ معناها دلوقتي ان العقد ده، العقد ده قيمته ده دلوقتي، ده عقد، دي ورقة، الورقة دي، الورقة دي لوحدها كده ملهاش لازمة. لو دي لو اديتك ورقة تقولي ملهاش لازمة، بس لو قلت لك الورقة دي هتخليك تشتري عربية ب 60000، لو قلت لك الورقة دي بتديك الحق ان انت تشتري عربية ب 60000. طيب وانت هتبص في السوق العربية دي طيب بتتباع بكام؟ لقيت العربية دي بتتباع ب 70000، يبقى العقد ده بالنسبة لك بيمثل لك قد ايه؟ بلس 10 لان انت اللي هتشتري، صح؟ لان هو بيديك العقد، بيديك الحق ان انت تشتري عربية ب 60000 بس هي في السوق ب 70000، فكأن العقد ده لوحده الورقة دي بتسوي لك كام؟ بتسوي لك 10000، لان الورقة دي لو ضاعت منك يبقى انت ضاع منك كام؟ 10000 جنيه، صح ولا 10000 غلط؟ صح ولا غلط؟ مظبوط. طيب نفس، لا نفس بقى السيناريو بتاعك ده، قارنيه بالسيلر اللي هيبيع العربية. بالنسبه للسيلر هيبيع العربيه، الورقه دي بالنسبه له بتمثل ايه؟ بتمثل خساره. مش انت معاك الورقه، هو نفسه الورقه اللي معاك دي ايه؟ تضيع، لان هو الورقه دي بالنسبه له هتخليه يخسر كام؟ هتخليه يخسر 10000. انت معايا؟ فهمتي حته، فهمت حته قيمه العقد؟ العقد بقى ليه قيمه، يعني حته الورقه دي بقى ليها قيمه. ليه ليها قيمه؟ لان هي بتعتمد تحتيها على ايه؟
على underlying asset ده اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليه. تمام شكرا. العفو. طيب في حد مش فاهم حاجه لغايه دلوقتي؟ كلنا فهمنا ايه هو الشورت، ايه هو اللونج، فهمنا ايه هو الفورورد كونتراكت، فهمنا الفرق ما بين الفورورد او الفيوتشر برايس والقيمه العقد الفاليو او البي اوف بتاع العقد. طب بالنسبه لبقيه الناس، نورهان ومروان وهدير، انتوا معايا ولا مش معايا؟ تمام. طيب تعالوا ناخد نفترض مع بعض، نكمل القصه كده، ونفترض ان احنا خلاص بعد ما هم عملوا العقد في يناير، بعد ما هم عملوا العقد في يناير، جه الشهر اللي بعديه. طبعا هو العقد المفروض الاكسبيريشن بتاعته ايه؟ في مارس. الاكسبيريشن في مارس. طيب بس المشكله ان جت ظهرت لنا واحده اسمها انا، ناخد انا اهي، تمام. انا نازله مصر، احنا الكلام ده في شهر فبراير، يعني الكلام ده احنا نفترض دلوقتي في تي ايكوال 2، يعني احنا في تي ايكوال 2 يعني في شهر فبراير. هي ما تعرفش حاجه عن محمدين وعوضين، ما تعرفش حاجه عن محمدين وعوضين، وما تعرفش حاجه عن الاتفاق اللي ما بينهم فوق، بس هي شافت العربيه دي في الشارع وعجبتها، بس هي عايزه تشتريها. ايه عايزه تشتريها؟ شافتها اعلان قديم على، نفترض اللي هي شافت لها اعلان قديم على النت وعجبها العربيه دي، فعايزه تشتريها، نفس العربيه دي بنفس المواصفات دي، ومش لاقيه، مش عايزه غير الحاله دي، غير العربيه دي بالظبط. بس راحت كلمت السيلر البايع اللي هو عوضين، قال لها والله انا خلاص عملت اتفاق ومش هقدر ابيع لك العربيه. تمام. ده الكلام ده كان ايه؟ في شهر فبراير، بس هي مصممه عايزه تاخد العربيه. طيب فقال لها لو انت عايزه العربيه روحي كلمي مين بقى؟ روحي كلمي اللي داخل معايا العقد، اللي هيشتريها مني. اللي هيشتريها منه مين؟ محمدين الباير، صح ولا غلط؟ فمحمدين جه قال لها انت عايز العربيه امتى؟ قالت له انا عايز العربيه كمان شهر، يعني في شهر مارس. يعني اهو محمدين، تعال ناخده زي ما هو. نزل لها اهو، بيقول لها انت عايزه تاخد العربيه امتى؟ قالت له انا عايزاها كمان شهر. قال لها طب انت حظك كويس، ان انا هاخد العربيه، انا هستلم العربيه منه في شهر مارس. يعني المفروض عوضين ده هيبيع لي العربيه في شهر كام؟ مارس، وانت عايزاها كمان شهر. طيب خلاص كويس جدا. طيب بصي، بدل ما انت تشتري العربيه، انا هديك الايه؟ انا هبيع لك الاتفاق اللي ما بيني وما بين عوضين. قالت له يعني ايه؟ قال لها يعني انا عندي اتفاق دلوقتي، عندي اتفاق مع عوضين اهو، تعال ناخد الاتفاق. قال لها انا عندي اتفاق مع عوضين اللي انا اخد منه العربيه كمان شهر، اخد منه العربيه كمان شهر، وادي له كام؟ ادي له 60,000. فقال لها انا هبيع لك الاتفاق. قال لها ايه بقى؟ انا هبيع لك الورقه دي، ما هي الورقه دي بتديك الحق. بس فاكر لما كانت سلمى بتسالني بتقول لي هو العقد ده بقى ليه قيمه؟ ليه؟ لان الورقه دي بتديك الحق ان انت ايه؟ تشتري عربيه. فقال لها خلاص انا هبيع لك الورقه دي، وانت كده كده الورقه دي هتخليك اللي انت تشتري عربيه كمان شهر بكام؟ ب 60,000. طيب انا عندي سؤال دلوقتي بقى، تفتكروا محمدين يبيع لها الاتفاق دي او يبيع لها الورقه دي بكام؟ تفتكروا
محمدين يبقى لها الورقه دي بكام؟ عايزكم كده تبصوا على القصه وتقولوا لي الورقه دي العقد ده قيمته كام بالنسبه لمحمدين دلوقتي؟ انا ابيعه ب 70 لو معايا لا احنا خمسة بنتكلم دلوقتي على، وستين احنا دلوقتي بنتكلم على تي ايكوال 2 صح ولا غلط؟ هم دلوقتي في فبراير، في تي ايكوال 2 اه بيبقى فبراير خمسة يعني. وستين اما دلوقتي في خمسة الحته دي وستين دلوقتي صح؟ هم دلوقتي اهو. طيب هي هنا دلوقتي لو كانت نزلت السوق تشتري عربيه كانت تدفع كام؟ 65 65. 65 بس الورقه دي بتديها الحق ان هي تشتري العربيه بكام؟ ب 60 60 ب 60. يبقى الورق العقد ده الورقه دي قيمتها كام؟ خمسة الورقه دي، 5 الورقه دي قيمتها 5 بالنسبه لمين؟ بالنسبه لمحمدين. فمحمدين هي لما يجي يبيع الورقه دي هيبيعها لها بكام؟ هيقول لها لا ده انت خلي بالك انت لو نزلت السوق دلوقتي هتشتري عربيه ب 65 وانا بديك الورقه دي هتخليك تشتري عربيه بكام؟ ب 60. فانت اديني الايه بقى؟ اديني الخمسه الفرق. يعني هيقول لها ايه؟ هيقول لها انا هبيع لك العربيه، هبيع لك الاتفاق. بص مش هيبيع لها العربيه بقى، هيبيع لها الفورورد كونتراكت، هيبيع لها العقد، هيبيع لها الاتفاق، هيبيع لها الاجريمنت. بس هيبيع لها الاتفاق بكام؟ بخمسة. ب 5000. هيقول لها اديني انا 5000. هيقول لها ما انت لو نزلت السوق دلوقتي هتدفعي 65000 عشان تشتري عربيه. طيب خلاص بدل ما تدفعي 65000 دلوقتي عشان تشتري عربيه اديني 5، ولما تاخدي العربيه من عوضين تدفعي له كام؟ تدفعي له 60 صح ولا غلط؟ يبقى دلوقتي لما هو يحب يبيع الاتفاق بتاعه هيبيعه لمين؟ هيبيعه بكام؟ ب 5000. لان دلوقتي الورقه دي اللي انت كنتش بتقول دي عباره عن ورقه، حته ورقه بس بقى ليها قيمه. ليه ليها قيمه؟ لان هي بتشتق قيمتها، عشان كده يسموها ديريفيتيفز بقى. اشتقت قيمتها من الايه؟ من الاندرلاينج اللي تحتيها اللي هو العربيه، عشان كده يسموها الاندرلاينج اسيت اللي هو تحت الاتفاق. هي الورقه دي الورقه مالهاش قيمه، بس هي اللي بقى ليها قيمه. ليه؟ لان هي بتضمن لك وبتديك الحق اللي انت تشتري الايه؟ تشتري العربيه، تشتري اندرلاينج اسيت. فقيمتها بتتغير على حسب قيمه الايه؟ قيمه الاسيت المكتوب في الايه؟ المكتوب في العقد. خلاص فهمنا الحته دي؟ حاجه مش مفهومه؟ دكتور معلش عندي سؤال. اسالي. هو لو في تي 1 وهو اللي خسران هيبيعها لها كده بكام؟ ما هو بقى ساعتها ما حدش هيرضى يشتريها منه، او ممكن لو هيبيعها تقول له طب انت هات لي بقى ال 10000 الفرق. ما هو انت فهمت الحته دي. هو مش هيبيعها لو هو خسران. مين اللي هيشتريها منه؟ مين اللي هيروح يشتري اتفاق ان هو يشتري عربيه ب 60000 وهو ممكن ينزل يشتريها في السوق ب 50000؟ ايوه كنا بنتكلم مين بقى اللي ممكن يبيع الاتفاق ده؟ السيلر. ممكن يروح يقول يبيعها لحد تاني يقول له خلي بالك ده الراجل ده ايه، ده زبون، ده هيدفع لي حاجه، هيدفع لي في العربيه 60 وهي تساوي كام؟ 50. فخد انت الاتفاق وخد منه خد منه الايه؟ ال 10 الفرق دي. فاللي انا عايز اقوله ان قيمه الورقه دي تختلف على حسب الايه؟ حسب قيمه الاسيت اللي هي مربوط بيها اللي تحتيها الاندرلاينج اسيت. فهمناها؟ ايوه طيب فهمت يا دكتور شكرا. لا طيب في حد عنده سؤال في اللي احنا قلناه لغايه دلوقتي؟ عندش عنده اي سؤال بالنسبه للناس اللي قاعده ساكته خالص ما اتكلمتش؟ مروان، نادير، ايه المشكله اللي عندكم؟ هادي الناس دكتور هو انا في حته مش قادره افهمها. انت تقول يعني هو عليها. دلوقتي اه هي دلوقتي هي تعتبر هتبقى برضه اشتريتها بسعر السوق مش بسعر الكونتراكت نفسه، هي كده هتبقى اشتريتها ب 65 مش ب 60. هي لسه هتنزل مصر كمان شهر، فهي عاوزه تشتري. انت عاوز تقولي طب هي ليه تدخل في العقد ده؟ مش ده اللي قصدك عليه؟ تمام. احنا لسه هنتكلم عليه، لسه هنتكلم دلوقتي. ما احنا قلنا هدف ايه؟ هدف الدريفتيفز ليه هدفين. في ناس تدخل على الدريفتيفز الهدفين، الهدف الاولاني اللي هم يعملوا هيدجنج، الهدف الثاني اللي هو السبيكيوليشن، ونتكلم دلوقتي عليه. ما تقلقيش. تمام. مروان عنده سؤال. ايه يا مروان؟ اتكلم. معلش يا دكتور هو ليه بس هي هتروح تشتري من الراجل طالما هي كده كده تشتريها ب 65؟ يعني ليه ما اشتريتهاش من منها مره؟ من هقول لك. هي دلوقتي هي عايزه عربيه،
كمان شهر، هي دلوقتي مش في مصر، هي تنزل مصر كمان شهر، فهي عايزه العربيه دي بالظبط، عايزه العربيه دي بالذات، فعايزاها كمان شهر. طيب انتوا دلوقتي سؤالك زي سؤال رحاب، كانت بتسال طب هو ليه تدخل في العقد لما تستنى كمان شهر وتنزل تشتريها، صح ولا غلط؟ مش ده اللي انتوا مستغربين؟ طب ايه فايده العقد ده؟ وده اللي هنتكلم عليه دلوقتي. هو نفس السعر يعني، تمام نفس البرايس. انا فاهم، انا اقول لكم ايه فايده الدريفتيفز. بس قبل ما اتكلم على فايده الدريفتيفز عايز اديكم شويه نوتس بس عشان نتاكد ان انتوا عرفتوها. ايه الفرق ما بين البرايس اوف كونتراكت والفاليو او البي اوف اوف كونتراكت؟ حد يقول لي. البي اوف ده بيبقى الديفرنس بين الماركت والفورورد كونتراكت، او فورورد البرايس عموما بتاع الكونتراكت. ايوه طيب، يعني ايه برضو؟ يعني قولي لي في المثال ده البرايس بكام والبي اوف بكام مثلا في تي ايكوال 3؟ البرايس البي اوف بتاعه 60، لكن البي اوف قصدي بتاعه ب 10، لكن البرايس بتاعه 60. مظبوط. يعني مثلا دلوقتي في تي ايكوال 3، دلوقتي انتوا لاحظتوا زميلتكم قالت ايه؟ بتقول لك البرايس اوف كونتراكت، لما اقول لك ايه هو سعر العقد، سعر العقد اللي هم متحددينه في العقد اللي هو ده البرايس اوف كونتراكت. اللي هو 60 ده الايه؟ ده البرايس اوف كونتراكت، ده السعر اللي محددينه في الايه؟ في العقد. طيب البي اوف ده بقى بيعتمد على الايه؟ بيعتمد على التغير اللي بيحصل على الايه؟ على الاندرلاين. يعني ده البرايس، ده اللي هم محددينه، ده الفورورد برايس، يعني ده الفورورد برايس اللي هم مثبتينه في العقد. معنى ده بيختلف بالاختلاف اللي بيحصل على الايه؟ اللي بيحصل على السبوت برايس، صح ولا غلط؟ يبقى ده فاريز with the spot price of the underlying. حاجة صعبة؟ فهمنا الفرق ما بين البرايس والبي اوف. البرايس ثابت، ما بي اوف ده ايه؟ متغير، بيتغير على حسب التغير اللي بيحصل على الايه؟ على سعر الاندرلاينج اسيت في السوق اللي هو السبوت برايس بتاعه. تمام؟ في حاجة مش مفهومة؟ طيب في حاجه برضو تبقوا عارفينها، ان احنا في المثال ده كان مثال مبسط، يعني انا عملت لكم سمبليفيكيشن ليه، يعني ما خدتش في اعتباري التايم فاليو اوف ماني. يعني طبعا انتوا اكيد حد فيكم وهو بيراجع او هو بيذاكر هيجي يقول طب هو ليه ازاي محمدين الباير وافق ان هو يشتري عربيه كمان 3 شهور بسعر دلوقتي؟ يعني ازاي وافق ان هو يشتري عربيه كمان 3 شهور اللي هو ب 60,000 بسعر دلوقتي؟ وحد فيكم هيقول لي طب ليه؟ ازاي هو وافق على حاجه زي كده؟ ده هو لو كان حط فلوس في البنك كان جابت له ايه؟ كان جابت له فايده، صح ولا غلط؟ فاقول لك انت عندك حق، وهي فعلا الفيوتشر برايس او الفورورد برايس ما بيتحددش بالطريقه دي. انا عملت لك، انا افترضت معاك الافتراض ده عشان نعمل سمبليفيكيشن، من هو في الحقيقه بيبقى فيه طريقه ثانيه. بناخد في اعتبارنا الانترست ريت وفي حاجه اسمها الكوست اوف كاري، عشان تبقى عارف اللي احنا برضو ايه؟ فور سمبليفيكيشن احنا عملنا اجنور للايه؟ نوت. فور سمبليفيكيشن احنا تجاهلنا الايه؟ تجاهلنا الكوست اوف كاري او الانترست ريت. فور وي اجنورد الكوست كاري اللي هو من ضمنه الايه؟ من ضمنه الانترست ريت، عشان بس ايه ما حدش فيكم وهو بيذاكر يبتدي ايه؟ يسال نفسه الاسئله دي. تبقى عارف ده مثال بس مبسط، من هو في الحقيقه ما بيحددوش بالطريقه دي. فانا تجاهلت برضو عشان اعرفك حاجه، ساعه الانسبشن، ساعه الانيشيشن او ساعه البدايه ما عملوا العقد، كان العقد ده قيمته كام؟ قيمته كام بالنسبه للطرفين؟ حد يقول لي. 60. لا بقول لك قيمته الفاليو او البي اوف بتاع الكونتراكت ساعه الانسبشن زيرو. في زيرو، صح ولا غلط؟
يعني كان في حد ليه الافضليه؟ لا لا لا. حد فيهم كسبان وحد فيهم خسران ولا هم الاثنين واحد؟ لا هم الاثنين واحد. طيب تفتكروا حد فيهم المفروض يدي لحد فلوس ولا محدش فيهم يدي للتاني فلوس؟ هم الاثنين واحد. هم الاثنين محد من واحد. احنا هم الاثنين يعني محدش فيهم ليه الافضليه, فبالتالي محدش يدي للتاني فلوس لان قيمه العقد بالنسبه لهم كام؟ صفر. يعني محدش فيه افضليه على الايه, محدش فيه الافضليه على التاني. طب انا بقول لك ده ليه؟ عشان بعد كده لما نتكلم في الاوبشنز هتعرف ان في اختلاف بيحصل لما نيجي نتكلم على الاوبشنز قدام. طيب اللي حصل ده هنا لما دلوقتي رجع هنا هو محمدين باع العقد بتاعه. شفت باع الاجريمنت, ما باعش الاندرلاين. دي هنقول عليه الفاليو, ده الفاليو في الاجريمنت. خلينا بالنقطه فاليو لما باعها لهنا, لما باع العقد ده لهنا, ده اسمه ايه بقى؟ ده بيسموه سكندري ماركت, سوق ثانوي. سوق ثانوي ده بيسموه السكندري ماركت. يعني ايه؟ يعني خلاص بقى العقد ده كان اتعمل في اول مره, كان اتعمل ما بين مين ومين؟ يعني الانيشيشن بتاعه او ساعه ما اتعمل كان اتعمل ما بين مين ومين؟ ما بين محمدين وعوضين. طب ده بيسموه البرايمري ماركت, السوق الاساسي. طبعا انتوا المفروض اخدتوا البرايمري والسكندري ده في الكوربريت فاينانس او لما جينا نتكلم على الاسهم الستوك. لما الشركه بتصدر الاسهم لاول مره دي بيسموه البرايمري ماركت. لما الناس بقى اللي معاها الاسهم تقعد تشتري وتبيع في الاسهم ما بينهم وما بين بعض بيسموه السكندري ماركت. فطبعا لما محمدين باع الاتفاق بتاعه لهنا, هو بقى كان بيبيع ويشتري في الايه, بيبيع ويشتري في العقد اللي هو كان اتعمل ده, بيسموه سكندري ماركت, سوق ثانوي. انه يعني خلاص والعقد كان اتعمل, له انيشيشن, بس هما بيشتروا ويبيعوا في الايه, بيشتروا ويبيعوا في العقد. تمام. طيب في حد فيك هيجي يقول لي طب هو مين قال له ان هيلاقي حد, عايز نفس مواصفات العربيه دي في نفس الوقت اللي هما كانوا متفقين عليه؟ هل ده طبيعي اللي احنا نلقاه؟ هل انت كده؟ ده طبعا كان مثال, بس هل من الطبيعي مثلا انت كنت عامل عقد مع او كنت عامل اتفاق مع شخص اللي هو مثلا يبيع لك العربية في شهر مارس, والعربية دي مثلا ماشية كام كيلو ولونها ايه وحالتها عاملة ازاي وبالسعر كام؟ تفتكر انت هتلاقي حد بسهولة عايز نفس المواصفات بتاعتك في نفس الوقت؟ لو هتلاقيه منين؟ تفتكر ده سهل ان انت تلاقيه؟ اكيد لا طبعا. اكيد لا طبعا, صح ولا غلط؟ لان انت كنت عامل كاستمايزيشن, صح. انت كنت عامل العقد كاستمايز لايه؟ لاحتياجك انت, صح ولا غلط؟ يعني فطبعا السكندري ماركت ده مش هتلاقيه اكتف للايه, نوت اكتف بالفورورد كونتراكت. ليه؟ لان العقد الفورورد كونتراكتس دي مالها, كاستمايزد, فمش هتلاقي حد عايز نفس الايه, الشروط بتاعتك. صح ولا غلط؟ مظبوط. تمام. طيب تعالوا نعرف بقى ليه أساساً دخلوا في العقد, أو ليه محمدين أساساً في الأول خالص, ليه عوضين دخل في عقد مع محمدين, وليه محمدين وافق إن هو يشتري عربية من عوضين؟ يعني ليه العقد ده اتعمل؟ ليه هم عملوا العقد ده؟ واي؟ ليه عملوا العقد ده او فكرته ايه؟ ليه نشأت فكره الدريفتيفز دي؟ ده فكره الدريفتيفز. احنا خلاص قلنا الدريفتيفز اول حاجه فيها الايه, الفورورد كونتراكت. احنا ايه اتكلمنا عن الدريفتيفز وقلنا شكل الفورورد كونتراكت. حد عارف ليه؟ في حد عشان يهج الريسك.
عشان يعمل هيدج. طب يعني ايه هيدج؟ انتوا اكيد عارفين، انتوا لما اتكلمت على هيدج يعني ايه هيدج؟ شموع، اسمك شموع صح؟ عشان اعمل تحوط يا دكتور السعر. يعني ايه تحوط؟ يعني ان انا مثلا ما بقاش عندي ريسك ان انا ممكن السعر ده يقع مني في المستقبل، صح؟ فانا بامن نفسي من اي خطر يعني إيه؟ ان انا اقع في حاجه زي دي. ماشي تمام. طب كويس، تعالوا بقى نتكلم عن الحته دي نتكلم عن الحته دي ونتكلم عليها باستفاضه شويه، بس خليكم معايا. تمام. طب وهنتكلم، تعالوا نشوف مع بعض. هو فكره الديريفاتيفز اللي انا ايه؟ انا عندي انسرتينتي، اللي انا عندي انا نكتب اول، كنا عاوزين نعرف هم ليه بيعملوا واي. فكره الديريفاتيفز اللي انا عندي ايه؟ اللي انا عندي انسرتينتي، عندي حاجه مش متاكد منها. ايه هي الحاجه اللي مش متاكد منها؟ ايه الحاجه اللي مش متاكد منها؟ مش متاكد من العربيه، من السعر. انا مش متاكد من السعر. الانسرتينتي عدم التاكد، ده معناه ايه؟ معناه اللي فيه ريسك. هي ريسك، صح ولا غلط؟ طيب الريسك دي متعلقه بايه؟ الريسك دي متعلقه بالبرايس، السعر. تمام. طب ايه هي الحاجه اللي متعلقه بالريسك او البرايس؟ انا مثلا عشان تقضينا طيب، يبقى انا عندي هنا uncertainty. ال uncertainty دي معناها ان في risk، ال risk ده متعلق بال price. ال price، ال risk المتعلق بال price معناه ايه؟ معناه ال price ده ممكن يروح ايه؟ ممكن يزيد او ممكن يقل، صح ولا غلط؟ ال risk معناه عدم التأكد. طب عدم التأكد بالنسبة لإيه؟ للسعر، لأن السعر ممكن يروح يزيد يعلى up، أو ممكن ايه؟ يقل داون، صح ولا غلط؟ يعني دلوقتي عندي سعر الحاجه ممكن يزيد يا يقل، فعدم الفاريشن ده معناه ان في ريسك. اذا في فاريشن يبقى في ريسك. هتقولي طب ما انا ممكن لو انا اللي ببيع، لو السعر طلع لفوق ده مش ريسك بالنسبه لي. هقول لك اه مش ريسك بالنسبه لك، بس ريسك بالنسبه لمين؟ اللي هيشتري. طب وممكن لو الريسك، لو سعر قل مش ريسك بالنسبه للي هيشتري، بس ريسك بالنسبه للايه؟ اللي هيبيع. فبالتالي حته الريسك معناها اللي بيبقى فيه فاريشن. لما اقول لك في ريسك يعني في فاريشن. السعر ممكن يتغير. طيب يبقى يا يروح اب يا ايه؟ يا داون اور داون. طيب الدريفتيفز فايدتها ايه بقى؟ الدريفتيفز فايدتها هي مش بتشيل الريسك. يعني الدريفتيفز ما بتشيلكش الريسك دي، يعني الريسك دي بتفضل موجوده. الريسك دي احنا مش هنقدر نشيلها، لان سعر العربيه هيتغير، ممكن يزيد ممكن يقل، ما حدش يقدر يتحكم في سعر الايه؟ ما حدش يقدر يتحكم في سعر العربيه. طيب الدريفتيفز بتعمل ايه؟ الدريفتيفز بتعمل حاجه اسمها ادجست الريسك دي. طب انا بقى دلوقتي يعني ريسك انا مش مستعد اقبلها؟ هي هتساعدك ان انت تختار جزء من الريسك اللي انت مستعد تقبله. ازاي؟ هقول لك. تعال نفترض ان ده اللونج، اللونج ده اللي بيبيعه ولا اللي بيشتريه؟ حد يقول لي لونج ده الباير ولا السيلر؟ باير. الباير اللونج هو الباير، لونج باير، شورت سيلر. خلاص عاوزين نحفظها بقى، لونج باير شورت ايه؟ سيلر. لونج باير شورت سيلر، يعني لونج ما بين قوسين باير والشورت هو الايه؟ هو السيلر. طيب فاللونج انا قلت لك اللونج ده بيعمل ايه؟ ده الباير اللي هيشتري. طيب اللونج ماله؟ اللونج مش مستعد، هو ثبت السعر. اللونج اللي هيشتري هو مثبت السعر، صح ولا غلط؟ مثبت السعر اللي هو هيشتري بيه، هو ثبت، عمل لوك ان للبرايس. يعني هما الاثنين دولت عملوا اتفاق مع بعض وعملوا ايه؟ عملوا لوك ان، عمل لوك ان برايس. دولت اتفقوا مع بعض، عملوا لوك ذا ان برايس، ثبتوا السعر.
طيب ثبتوا سعر معناه ايه؟ معناها لو السعر زاد هل اللونج ده والباير ده عنده ريسك؟ لو السعر زاد هو السعر ممكن يزيد وممكن يقل، هل لو السعر زاد اللونج ده هيتأثر؟ لا هيكسب. مش هيتأثر صح ولا غلط؟ ليه 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 مش هيتأثر؟ لان هو كان خلاص ثبت السعر ان هو كان شال لما دخل في الدريفيتيفز، خلاص هو ريح دماغه من الايه، ريح دماغه من الريسك دي، ما عادش فارق مع الريسك دي، ما عادش هيفكر فيها. يعني بالنسبه له يقول له طب خلي بالك ده السعر ممكن يزيد، ماشي ما فيش مشكله، انا خلاص انا ثبت السعر، لو سعر العربيه زاد انا هشتريها برده ب 60,000. صح ولا غلط؟ يبقى هو لما دخل في العقد هو ريح دماغه من الايه، ريح دماغه من الريسك ان هو ممكن السعر يزيد، ريح دماغه من الريسك دي. هو الريسك بتاعت السعر متقسمه جزئين، سعر يزيد او السعر يقل. فلما السعر زاد هو ما عندوش اي مشكله. ليه؟ لان هو كان امن نفسه من الريسك دي، انا كنت امنت نفسي زي من الريسك دي اللي انا ثبت الايه، ثبت السعر. طيب طيب لو السعر قل هل هو مامن نفسه من لما السعر يقل؟ لا مش هو كان امن، هو كان امن نفسه لما السعر يزيد صح، لان هو كان خلاص ثبت سعره وانت قلته هيكسب، لان هو كان هو يعمل هنا بروفيت، لان هو كان خلاص مامن نفسه. صح ولا غلط؟ هو ما كانش عايز الريسك دي، فلما امن نفسه من الريسك دي هو يبقى ايه، هيكسب. طيب بس لما السعر يقل هو امن نفسه بقى من الجزء الثاني من الريسك، ولا هو لسه مكشوف للريسك دي؟ لسه برضو متعرض للريسك دي. ممكن متعرض للريسك دي ليه؟ مع انه ثبت السعر، هقول لك اه بس لو الريسك لو سعر قل هو يبقى برضه هيخسر. ليه؟ لو هو مثبت السعر فيبقى هو لسه متعرض، لسه اكسبوزد للريسك دي. صح ولا غلط؟ مكشوف، هو مكشوف للريسك دي. ان هو ايه دلوقتي؟ الريسك كانت متقسمه جزئين، السعر يزيد او يقل، هو امن نفسه من الجزء الاولاني بس ما امنش، بس مكشوف للايه، للجزء الثاني. صح ولا غلط؟ ليه؟ لان ممكن من وجهه نظر الباير ده انا مع كل اللي معايا 60,000، ممكن اكون انا كباير انا كل اللي معايا 60,000 وانا محتاج العربيه دي جدا، وانا محتاج العربيه دي جدا. طيب فانا خايف ان لو العربيه دي زادت جنيه زياده مش هقدر اشتريها، لو زادت جنيه زياده مش هقدر اشتريها، فانا الريسك دي عامل لي قلق مش مخليني انام. فلما دخلت في العقد انا ريحت نفسي. هتقولي طب يا مصطفى ما ممكن السعر يقل يبقى انت تدفع اكتر، اقول مش مشكله، معلش انا مستعد اقبل الريسك ان انا ادفع زياده شويه احسن لما سعر يزيد وما اعرفش اشتريها خالص، اقعد طول حياتي من غير ايه، من غير عربيه. فهمتوا الفكره دي؟ فدي كانت وجهه نظر اللونج هو داخل الايه، داخل العقد، هو بيامن نفسه من الايه، من الريسك دي، بس هو لسه مكشوف للايه، الريسك الثانيه، لان هو الريسك دي هو مرتاح ليها، هو ممكن كومفورتبل وذ دي، يعني هو عنده مرتاح، مرتاح والله ان انا ايه ممكن ادفع زياده شويه مش مفيش مشكله، انا مستعد ادفع زياده شويه، بس لو العربيه زادت جنيه فوق 60,000 انا مش هقدر ادفعها. يعني هو ما كانش مرتاح للريسك الجزء الاولاني بس مرتاح للايه، للجزء الثاني. فهمتوا الحته دي؟ فهمتوا الحته دي يا شباب؟ بيت الناس، انتوا اللي معايا ولا مش معايا؟ تمام يا دكتور. تمام يا دكتور. تمام. طيب تعالوا نبص بقى على الشورت، الراجل اللي بيبيع تفتكر هو مرتاح لاني، مرتاح لاني ريسك ومكشوف لاني ريسك؟ عايزكم بعد كده تقولوا مرتاح لما البرايس يقل ومش مأمن نفسه لما البرايس يزيد. ايه طيب هو ثبت السعر صح، هو ثبت السعر وعمل لوك ان للبرايس، هل لو السعر قل هو يتأثر؟ الراجل ده اللي هيبيع، هو هيبيع بالسعر ده خلاص، هو ثبت السعر اللي هيبيع بيه، هل لو السعر قل هو هيتأثر؟ لا مش هيتأثر. صح ولا غلط؟ يبقى هو ايه، هو امن نفسه، عمل انشورنس لنفسه، يعني هنا عمل انشورنس لنفسه، امن نفسه من الايه، من ان الريسك ان البرايس يقل. ليه؟ لان مثلا افترض انا دلوقتي معايا عربيه، طيب العربيه دي انا عايز ابيعها ب 60,000 وانا محتاج ال 60,000 دول ضروري مثلا عايز اعمل عمليه، فلو العربيه دي اتباعت اقل من 60,000 انا هتاثر، ده بالنسبه لي موضوع مهم جدا، فانا مش عايز الثمن العربيه الا عن 60,000. تمام؟ فانا قلت خلاص انا هعمل اتفاق عشان اريح نفسي من الايه؟ من الريسك دي، عشان لو ساعتها لو البرايس قل، لو برايس قل انا مش هبقى متضايق. ليه؟ لان انا خلاص انا هحقق بروفيت، انا هحقق بروفيت. ليه؟ لان انا امنت نفسي من الريسك دي،
ابيعها ب 60,000 برضه حتى لو سعر اقل عن 60,000. طب هتيجي تقولي طب ما انت ممكن كده سعر يزيد وانت تبيع عربيتك بسعر اقل، يعني انت هل انت لو ممكن سعر العربيه في السوق يوصل ل 65,000 بس انت تبقى مضطر تبيعها ب 60,000؟ اقول لك مفيش مشكله، ما دام خدت ال 60,000 اللي انا محتاجهم انا مستعد ابقى ايه؟ ابقى مكشوف للريسك دي، يعني انا مستعد اتحمل الريسك دي، اكسبوز للايه؟ للريسك دي، انا كومفورتبل، انا مستعد مرتاح ان انا اقبل الريسك دي. فشفت ايه اللي حصل؟ ان عندك اللونج ما كانش مرتاح للريسك ان السعر يزيد، بس الشورت مرتاح للايه؟ للريسك ان السعر يزيد. يعني ده مش مستعد يقبل الريسك ان السعر يزيد، وده مستعد يقبل ان الريسك ان السعر ايه؟ يزيد. العكس في الناحيه الثانيه، اللونج مستعد يقبل الريسك ان السعر يقل، بس السيلر مش مستعد يقبلها. فهم الاثنين ايه؟ كل واحد فيهم عايز اللي عايز الحاجه دي، فبالتالي هم لو دخلوا مع بعض في عقد هم الاثنين هيبقوا ايه؟ هم الاثنين هيبقوا ايه؟ كومفورتبل، هم الاثنين هيبقوا مرتاحين للريسك اللي هم عملوه. هم عملوا ادجاست للريسك، هو الريسك لسه موجوده بس عملوا ايه؟ ادجاست ليها، عملوا ادجاست للريسك، ما شالوهاش، didn't eliminate the risk، هم ما شالوش الريسك، هم ما قضوش على الريسك، الريسك لسه موجوده، الريسك لسه موجوده، سعرها هيزيد او يقل ما حدش يقدر يتحكم فيها. هم كل ما قالوا لهم عملوا ادجستمنت، يعني انت خد الجزء اللي يريحك وناخد الجزء اللي ايه؟ اللي يريحك. دي طبعا لسه هنتكلم عليها تاني، بس دي فكره الايه؟ فكره الهيدجنج، وهنتكلم عليها تاني. بس هل انتوا في حد فيكم عنده مشكله في الحته دي؟ حد عنده مشكله في الحته دي؟ بقيت الناس الدنيا كده حتى في الشات حاسين ان انتوا معايا. مروان واحمد تمام يا دكتور، بالنسبه لي تمام. طب ما في الشات حتى ورانا وسهر وسهر وسلمى ويوسف تمام. خلاص فهمنا حتة الفورورد كونتراكت. هناخد مثال تاني على الفورورد كونتراكت عشان نتأكد اللي احنا ايه اللي احنا فاهمين. ليكم معايا تمام. حد فيكم يعرف مطعم البرنس ولا متعرفوش؟ تعرفوا مطعم البرنس؟ اه تمام. اه تمام. طيب حد فيكم كلم من عنده؟ اه. طيب كلتوا من عنده ايه؟ الاكلات اللي عنده اللي اكلتوه؟ الكبده بقى ورقة لحمة وكان ده. تمام. الكبده ورقه لحمه، يعني مثلا انت روحتوا عند البرنس هتلاقوا عنده ايه؟ هتلاقوا عنده منيو، او نفترض ده المنيو في اسعار الوجبات او الاكلات اللي انتوا اكلتوها اهي. هنفترض ان ورقه اللحمه ب 90 جنيه. هل انت لو رحتوا لما بتروحوا كل لو رحتوا كل يوم البرنس هتلاقوا سعر اللحمه سعر الوجبه دي بيتغير ولا بيفضل ثابت؟ ها؟ لا بيبقى ثابت، بس لو حصل حاجه كبيره بيتغير. ماشي، بس ما بيتغيرش كل يوم، يفضل ثابت. لا بس بيفضل ثابت مثلا 6-7 شهور او سنه. صح ولا غلط؟ طيب ايوه. طيب انا عندي سؤال بقى، يعني دلوقتي لكم معايا دلوقتي الاسعار دي ثابته، prices
are fixed. هل الورقة اللحمة دي هنفترض ان هو بيدخل فيها كيلو لحم؟ عشان نعمل ورقة اللحمة دي بنستخدم كيلو لحم. طب هل سعر اللحمة بيفضل ثابت ولا سعر اللحمة على طول بيتغير؟ لا بيتغير على طول. بيتغير على طول بيتغير، صح ولا غلط؟ يعني الكوست بتاع الميت بيختلف، الكوست اوف ميت بيختلف. هنفترض مثلا اللي هو بيختلف من ايه، من 50 ل 70، فدي بالنسبه له، بالنسبه للبرنس الحته دي بتمثل الايه، بتمثل بالنسبه له مشكله، صح ولا غلط؟ ليه؟ لان هو دلوقتي هو مثبت الاسعار، مثبت سعر بتاع الوجبه ب 90، بس الوجبه دي محتاجه لحمه وسعر اللحمه بيختلف كل شويه، صح ولا غلط؟ فدي بالنسبه له ريسك او uncertainty، صح ولا غلط؟ طب وبتاثر عليه جامد كمان، بتاثر عليه في الايه، في الربح بتاعه ازاي؟ تعال نشوف كده مع بعض. هو مثلا لو باع وجبه، نفترض ان هو باع وجبه، فالسيلز بتاعته، السيلز تبقى بكام؟ 90، بس نعمل less الكوست، less التكلفه. نفترض ان هو مثلا هيتكلف بس الايه، تكلفه الكيلو لحم. نفترض ان الكوست من 50 ل 70، يبقى كده معناها ان البروفيت بتاعه بيتغير من 40. يعني مثلا لو تكلفه اللحمه، لو كيلو لحمه كان سعره 50، هو يكسب كام؟ هيكسب 40. طب لو تكلفه اللحمه زاد بقى 70، هو يكسب كام؟ 20، صح ولا غلط؟ 20. طيب ده بالنسبه له ده ينفع؟ يعني ينفع مثلا الربح بتاعه او الربحيه بتاعته تقل النص؟ يعني يبقى هو مثلا ممكن الشهر ده يكسب 40، الشهر اللي بعديه الربح بتاعه يقل النص؟ هل دي حاجه مقبوله في البيزنس؟ لا طبعا. طبعا ما ينفعش، صح ولا غلط؟ طيب المشكله دي جات له ليه؟ المشكله دي جات له عشان سعر اللحمه بيختلف، صح ولا غلط؟ يعني احنا لو جينا هنا اهو، دي سعر اللحم من 50 ل 70، بيفضل كل شويه ايه، كل يوم يزيد يقل يزيد يقل على حسب الايه، على حسب السوق عامل ايه. ده البرايس اوف ميت. قاعد بيتغير كل يوم مع التايم. طبعا ده بالنسبه للبنس بيمثل ايه، بيمثل مشكله وبيأثر على ايه، بيأثر على البروفيت بتاعه. طيب فالبرنس ده بقى ايه، البرنس ده مش عايز المشكله دي بالنسبه له عامله ازمه كبيره، صح ولا غلط؟ عامله بالنسبه له ازمه كبيره. طيب فظهر لنا واحد في القصه بتاعتنا، تعالوا نسميه ايه، هنسميه عبده مصلحة. ليه بس من عبده مصلحة؟ لأن هو لقى فيه مصلحة ليه تطلع له من الحوار ده. ليه؟ لقى، قال لك، راح قال للبرنس، ما تقلقش أنا عندي حل ليك. قال له إيه الحل؟ قال له أنا أعرف جزارين كتير، أنا أعرف جزار عنده نفس المشكلة دي. ده جزار أهو. اطلع في اوسك يا دكتور. انت معايا؟ تمام. طيب قال لك انا عندي جزار عنده نفس المشكله. انت كان مشكلتك ايه يا برنس؟ قال لك انا مشكلتي اللي انا دلوقتي انا باير بشتري اللحمه، بس سعر اللحمه مش ثابت بالنسبه لي. هو باير يعني هو اللونج ولا الشورت؟ حد يقول لي
البرنس دلوقتي اللونج ولا الشورت؟ هو اللونج. هو اللونج تمام. طيب وسعر اللحمة بالنسبة لي بيتغير فبيأثر علي. طيب فالجزار عنده نفس المشكلة، الجزار بيبيع اللحمة هو السيلر صح ولا غلط؟ طب هو الجزار اللونج ولا شورت؟ شورت. يبقى الجزار هو ليه؟ هو الشورت عنده نفس المشكلة. ليه؟ لأن هو بيبيع اللحمة، هو بيشتري اللحمة بعد ما يشتري لقى سعر 1000 هو برضه عامل له أزمة. فقال لهم أنا هعرفكم على بعض وهعمل ليكوا إيه؟ هعمل ليكوا عقد. هعمل ليكوا عقد. فقال لهم تعالوا كده أعمل لكم إيه؟ عقد. راح عمل لهم عقد. تمام. قال لهم هعمل لكم عقد هنسميه الفورورد كونتراكت. راح بقى ايه شرح لهم حكايه الفورورد كونتراكت، او قال لهم ده الفورورد كونتراكت. انت يا برنس عايز تشتري كم كيلو لحمه؟ قال له انا محتاج والله محتاج 1000 كيلو، 1500 كيلو لحمة. قال له أنا محتاج 1500 كيلو لحمة. فراح للجزار قال له أنت فعلا عاوز تبيع 1500 كيلو لحمة؟ قال له آه ما عنديش مشكلة أنا هبيع فعلا 1500 كيلو لحمة. طيب قال لهم تعالوا نتفق على السعر. فراحوا اتفقوا على السعر البرايس. قال لهم الاسعار بتختلف من 50 ل 70، تعالوا احنا نثبتها على كام؟ تعالوا احنا نثبتها على 60 للكيلو. ثبتها على 60 للايه؟ للكيلو. طيب قال لهم انتوا تحبوا الماتيوريتي او السيتلمنت تكون امتى، او الاكسبيريشن بتاع العقد تحبوا العقد ده ننفذه امتى؟ فقالوا له ايه؟ فطبعا البرنس قال له والله انا محتاج عندي دلوقتي لحمه، فانا ايه خليها كمان 6 شهور. فالجزار موافق، يعني قال له in 6 months، يعني احنا دلوقتي في شهر 5، يعني مثلا كمان 6 شهور يعني شهر 11. تمام. قال له يبقى خلاص شهر 11 يعني in 6 months اللي هو في نوفمبر 2021 دي maturity او دي expiration او settlement. ماشي. هما الاثنين مضوا هنا، هما الاثنين ايه راحوا مضيين هنا وعمل لهم الفورورد كونتراكت وخلاص. وعبد المصاح ده خد الايه؟ خد اللي فيه النصيب ومشي. طيب انا عايز بقى عايز منكم عايز اسالكم سؤال وعايزكم تحلوه. افترضوا افترضوا انه بعد 6 شهور، تعال نفترض after 6 months انتوا شايفين شايفين الشاشة بتاعتي كويس ولا مش شايفينها؟ الكتابة واضحة بالنسبة لكم؟ اه واضحة يا دكتور. تمام. After 6 months يعني بعد 6 شهور في نوفمبر 2021 اللي هو الإكسبيريشن أو بنسميها السيتلمنت، تمام، السبوت برايس، السبوت برايس اللي هو السبوت برايس اللي هو الايه اللي هو عشان الناس اللي متلخبطه ده الكرنت برايس السعر الحالي لكيلو من اللحمه
من لكيلو من اللحمة أو فريد ميت. كان 70 جنيه كان 70 جنيه للإيه للكيلو. طيب مطلوب منك إيه؟ مطلوب منك what is the price of the contract وتقول لي what is the payoff for both long and short position. عايزكم كل الناس تحلها لي وتكتبها لي في الشات. عايز الناس كلها اللي قاعدة. انا شايف في 11 واحد معايا. عايزكم كده في الشات. كل واحد يحلها لي. يقول لي سعر العقد هيبقى كام؟ والبي اوف اللونج والشورت هيكون كام؟ شاف يوسف بدأ يحل. تمام. طب بيت الناس. تمام. فين بيت الناس؟ تمام. عايزكم كده تحلوا. عايز بيت الناس كلها تحل. شاركوا كده معايا. تمام. طيب نحلها مع بعض. بالنسبة للناس التسعة على هنخلص امتى؟ يعني مثلا قدامنا ساعة ساعة ونص ان شاء الله عشان ناخد راحتنا. مش هنتأخر ان شاء الله ما تقلقوش. طيب خليكم معايا بقى. انتوا معظمكم حليتوا صح بس حليتوا جزء من السؤال. ليه بقى؟ انتوا ما خدتوش في اعتباركم الحتة دي. هما بيتكلموا على كام كيلو لحمة؟ انتوا كلكم اشتغلتوا على كيلو واحد. انتوا كلكم قعدتوا شغالين على ايه؟ على كيلو واحد. انتوا كلكم حملتوا كل حاجه صح بس على ايه؟ على كيلو. بس هو العقد كان على كام كيلو؟ 1500 كيلو. يعني احنا لو جينا هنا اهو هنلاقي ان المفروض برايس اوف كونتراكت هيكون 15500 كيلو في 60. تمام. هيدينا كام؟ هيدينا 90000. لما 1500 كيلو يدينا 90000. طيب الفاليو او البي اوف طبعا انت المفروض قلت لي سعر الكيلو زاد من 60 بقى 70. فطبعا اللي هيبيع خسران اللي هو الشورت خسران 10 في الكيلو واللونج كسبان 10 في الكيلو. فاجي اقول الفاليو to long
هتساوي 1500 كيلو. هو كسبان كام؟ كسبان 10 في الكيلو، يبقى بالنسبة له هو كسبان كام؟ كسبان 15000. طيب الفاليو تو شورت 1500 كيلو، بس هو خسران 10 في كل كيلو، يبقى هو كده خسران كام؟ 15000. ولو لاحظتوا هما الاثنين ايه؟ زيرو سام جيم. حاجة صعبة، حاجة مش مفهومة في اللي احنا قلناه ده. كلكم فاهمين اللي احنا قلناه؟ بيت الناس فهمتوا اللي فهمتوا الحتة اللي انتوا كنتوا وقعتوا فيها، ان انتوا ما خدتوش في اعتباركم ليه؟ ما خدتوش في اعتباركم ال 1500 كيلو، ما خدتوش في اعتباركم الكوانتيتي، الكوانتيتي بتاعت العقد. انت معايا ولا لا؟ طب شجعوني كده، حاسس ان انا مش لوحدي. طب دكتور ممكن معلش ممكن اسال سؤال؟ سألني. طب انا مثلا لو انا بتاع اللحمه ده، ما انا ممكن مثلا اشوف اخر مثلا 6 شهور اقصى سعر وصل له مثلا كيلو اللحمه كام واحطه؟ لا ما احنا بقى بصي، ما دي سؤال حلو. صاحب بتقول ايه؟ بتقول انا ايه اللي خلاني اختار 60؟ طب انا اختار اعلى سعر وخلاص. ما هو السعر ده محدش مش هم اللي بيحددوه، يعني السعر ده مش اللي بيحددوا اللونج او الشورت. السعر ده بيبقى ليه طريقه بنحدده بيها، يبقى ليه طريقه بنحدده بيها. طبعا الطريقه دي انتوا ايه مش عليكم اللي انتوا تعرفوها دلوقتي. احنا بنفترض اللي هو السعر ده جيفن، فهو الجزار مش في ايده يحدد السعر ده، ولا البرنس في ايده يحدد السعر ده، ولا الباير ولا السيلر بيحددوا الايه السعر ده. ده بيبقى ليه طريقه بيتحدد بيها، يعني هما الاثنين مش بيحددوها، واحد اللي بيبقى ليها طريقه بتتحدد بيها السعر ده. تمام. ما حدش فيهم بايده اللي هو ايه يحدد السعر. واحنا قلنا ساعه ما بيدخلوا في الاتفاق بيبقى بالنسبه لهم الفاليو بتاع الكونتراكت ده كام؟ زيرو، يعني ما حدش فيهم ليه الافضليه، فالسعر ده بيتحدد بطريقه ما حدش فيهم يبقى ليه الايه؟ يبقى ليه الافضليه عن الثاني. تمام. طيب في سؤال دايما كان بيتسال لي، قال لك طب انا ايه اللي عرفك ان ساعه ما يجي بعد 6 شهور ان الجزار ده هيجي فعلا يوافق ان هو يبيع للبرنس كيلو ال 1500 كيلو لحمه، والجزار يعني هيجي ويقول لك خلاص طيب يلا خد اهو انا مستعد اخسر 15000؟ مش ممكن الجزار ده يقول لك لا انا مش ماليش دعوه، انا مش هبيع لك. هو انت قلت لنا هو عليه اوبليجيشن، هم الاثنين عليهم اوبليجيشن، ما حدش ينفع ايه يقول لك انا مش لاعب. لا لازم كلهم ايه يعني يوافقوا شروط العقد. بس ممكن تحصل ان الجزار ده يطلع واحد مش كويس ويفلسه، احنا هتضمنه منين؟ يبقى كده البرنس لبس في الايه، لبس في العقد ده ويبله وخلاص، ما عادش ليه لازم يجري بقى ورا الجزار يروح هرب ويشوف ورا هرب راح فين، صح ولا غلط؟ مش ده ممكن يحصل؟ ده ممكن يحصل ولا مش ممكن يحصل؟ خصوصا ممكن يحصل، خصوصا وخصوصا لو ايه، لو حد فيهم ان دي زيرو سام جيم، اللي هو دي زيرو سام جيم، فممكن بكل بساطه حد من الخسران، حد طرف من الطرف الخسران يجي يقول لك انا مش لاعب، صح ولا غلط؟ يقول لك انا مش لاعب، يبقى ده ساعتها بيبقى عندي في عندي ظلت مشكله. ايه المشكله؟ بنسميها كونتر بارتي او ديفولت ريسك. كونتر بارتي ريسك او بنسميها ديفولت ريسك. يعني ايه كونتر بارتي ريسك او ديفولت ريسك؟ ان الكونتر بارتي اللي هو الطرف المقابل ليا، كونتر بارتي اللي هو الطرف الايه، كونتر بارتي الطرف المقابل ليا. يعني ايه خطوره الطرف المقابل ليا؟ في خطوره دلوقتي لما ندخل في العقد ده، ان ممكن حد من الطرفين يجي يقول لك انا مش ايه، انا مش ماليش دعوه، انا مش موجود، يهرب يخل بالعقد. يبقى ساعتها الطرف الثاني ايه،
هيبل العقد وما عادش ليه قيمه يقطعه خلاص، يبقى كده ولا كانه كان عامل عقد. طبعا يبقى يجري وراه يبقى في المحاكم، بس ايه العقد ما عادش ليه لازمه. فساعتها ظهرت لنا مشكله ان ممكن حد في يوم في عندي خطوره الطرف المقابل ليا ده انا ممكن ما اكونش ضامنه، فبيسموه كونتر بارتي ريسك، خطوره الطرف المقابل، انت الطرف المقابل ليا مش مضمون. او ديفولت، يعني ايه ديفولت؟ يعني يحصل فيه تعثر او ما يدفعليش، يبقى فيه ديفولت. طيب فدي من عيوب الايه، دي من عيوب الفورورد كونتراكت، يعني دي عيب من عيوب الفورورد كونتراكت. طيب ازاي بقى هنتغلب على العيب ده؟ قال لك هنتغلب عليه عن طريق بقى حاجه اسمها الايه، اسمها الفيوتشر كونتراكت اللي هنتكلم عليها كمان شويه. دي ايه؟ دي سولت، حلينا المشكله دي عن طريق الايه، عن طريق الفيوتشر كونتراكت. هنتكلم على الفيوتشر كونتراكت كمان شويه. طيب خلاص عرفنا ايه هي الكونتر بارتي او ديفولت ريسك. حد عنده مشكله فيها؟ حد عنده مشكله في الحته دي؟ طيب انا عندي سؤال بقى ليك. طبعا نرجع تاني نتكلم على الهيدجينج بسرعه. تعالوا ناخد بس تغير في سعر اللحمه. أنا عندي سؤال، لما البرنس والجزار دخلوا في العقد بتاع الفورورد كونتراكت ده كان هدفهم إيه؟ لسه متكلمين عليه؟ إن هما يلوكيوز الريسك. إيه؟ يقللوا الريسك اللي هتكون الموجودة. أنت صوتك، صوتك يا رحاب مكتوم أوي مش سامعك. موجودة. آه. كان هدفهم إيه؟ انها كان عندهم ريسك متعلقه بالايه، متعلقه بسعر اللحمه، صح ولا غلط؟ سعر اللحمه بيزيد بس هو البارز بتاعه اللحمه، صح صح، لو من 50 مثلا بتوصل، توصل ل 90 او بتوصل ل 70 او كده، صح ولا غلط؟ طيب هما لما دخلوا عملوا ايه؟ ثبتوا سعر عند كام؟ سعر عند كام؟ 60. ثبتوا سعر عند 60، صح ولا غلط؟ يعني جم هنا اهو قال لك والله احنا هنثبت السعر عند كام؟ عن 60. طيب لما ثبتوا السعر عن 60، تعال ناخد خط كده، هما كده عملوا ايه؟ كده عملوا لوك ان للبرايس، عملوا لوك ان للبرايس، لوكد ان برايس. عن 60. فايه اللي حصل؟ كانهم عملوا هيدجنج، عملوا هيدجنج ليه؟ عارفين ليه سموها هيدجنج؟ طبعا انتوا عارفين ايه هيدج، او ليه الاسم هيدجنج ده جه منين؟ يعني ايه هيدج بالانجليزي؟ ما بعيد عن الفاينانس، انتوا عشان بس تبقوا عارفين معنى كلمه هيدج او ليه سموها هيدج، فما تنسوهاش تاني. ان هم بيحوطوا على الحاجه، ان هم مثلا بيحطوها سي يبقى ليها اطار كده فما تخرجش منه. ايوه ايوه، بس هم ليه سموها هيدج؟ يعني هيدج دي معناها ايه؟ عارفين انتوا طبعا بتروحوا عندنا في الجامعه، مش في الجامعه عندنا هتلاقي حوالين السور كده او حوالين المباني بيبقى فيه زي سياج نباتي كده، بيبقى دايما كده طالع من الارض متساوي، صح؟ يعني بيبقى شكله كده، هتلاقي فيه كده سياج دايما، دايما بتلاقي الناس بتقصه. لو رحتوا بدري الكليه هتلاقي فيه جناينيه قاعدين بيقصوا السور كده، عامل من الزرع او من الشجر، صح ولا غلط؟ كل ما يزيد بيقعدوا يقصوه عشان يبقى في نفس المستوى. انتوا معايا؟ فده بيسموه هيدج، ده بالانجليزي معناه هيدج. يعني لو انت بصيت على السياج، السياج اللي بيحوط، اللي بيحوط المباني او السياج النباتي ده بيسموه هيدج. فعشان كده سموه ايه؟ سموا الحته دي هيدجنج. يعني ايه؟ يعني انت ثبت السعر عن 60، فكانك قصيت الايه؟ قصيت الزيادات اللي بتحصل فوق دي او بتحصل تحت. انت خلاص ثبتها عند كام؟ عند 60، عملت لها هيدجنج. بيسموها عملت لها ايه؟ هيدجنج. يعني انت لو عملت سيرش على جوجل على هيدج هتلاقي بيتصور لك صوره الايه؟
صورة النبات اللي هو الساج الزرعي ده، فعشان كده سموه ايه هيدجينج. طيب هيدجينج دي معناها ايه؟ دي هيدجينج دي وسيلة، هنكتبها تحت. الهيدجينج دي وسيلة من الريسك مانجمنت. يعني ايه يعني ايه ريسك مانجمنت؟ انا زي ما قلت لك احنا ما بنقضيش على الريسك، احنا يا دوبك بندير الريسك. يعني ايه؟ كل واحد ياخد الجزء من الريسك اللي هو عايزه، ريسك مانجمنت. طيب انا عايز حد فيكم يطلع يقول لي الهيدجينج ده الجزار كان امن نفسه ضد اني ريسك، والبرنس امن نفسه ضد اني ريسك؟ حد فيكم يطلع يقول لي هو الجزار امن نفسه لما البرايس بتاع اللحمه هيقل؟ تمام تمام. يبقى بصوا زميلتكم احب قالت كلمه حلوه، قالت ايه؟ قالت دلوقتي الجزار الشورت مش عايز الريسك اللي تحت دي، مش عاوز الريسك اللي سعر ايه يقل، هو مش عايز الريسك اللي سعر ايه الشورت doesn't want this risk، عشان كده دخل الفورورد كونتراكت صح ولا غلط؟ ثبت السعر، فلو سعر قل هو يكسب، لان هو خلاص امن نفسه ضد ايه؟ امن نفسه ضد الريب ضد الخطر ده، صح ولا غلط؟ فلما هو امن نفسه ضد الريسك دي، عمل لنفسه انشورنس ضد الريسك دي عن طريق دريفتيفز، هو كده لو سعر قل هو ايه؟ هو كسبان، ان هو امن نفسه. طيب اللونج بقى، اللونج مش عايز ان سعر ايه يزيد، صح ولا غلط؟ اللونج مش عايز الريسك ان السعر ايه يزيد، يبقى اللونج doesn't want this ايه risk، مش عايز الريسك بس مستعد يقبل الريسك اللي ايه اللي تحت. والشورت مش عايز الريسك اللي تحت بس مستعد يقبل الريسك اللي ايه. حاجه صعبه؟ فهمنا ايه هيدجينج؟ يعني من الاخر الهيدجينج بتعمل ايه؟ بتعمل ادجاست للريسك ايه، بتعمل ادجاست للريسك اكسبوجر. زي ما قلت لكم نعمل ادجاست للريسك ايه اكسبوجر. تعمل ادجاست للريسك اكسبوجر، يعني كل واحد لما تشوف الاني ريسك لمين، لللونج وللشورت، ادجاست ريسك اكسبوجر فور بوث لونج اند شورت. حاجة صعبة؟ خلاص فهمنا ايه هي ال ايه هو الهيدجينج؟ حد مش فاهم حاجة؟ انتوا الناس اللي ساكتة، حد يفهمني يعني؟ حد يقول لي انتوا فاهمين مش فاهمين عشان نروح الحتة اللي بعديها؟ لا فاهمين يا دكتور. تمام، مالكم نايمين؟ فاهمين يا دكتور. تمام تمام. طيب في بقى في ظهرت حاجه، فاكرين الحد اللي احنا كنا رميناه في النص وما اتكلمناش عنه؟ الراجل ده اتضايق ليه بقى؟ لان هو بعد ما عرف البرنس والجزار على الفكره دي هم ايه ما عادوش بيعبروا، يعني طلع من المولد بلا ايه بلا حمص، ايه اللي هيخليهم خلاص هم عرفوا الطريق، هم عرفوا طريق بعض، فخلاص هو ايه ما عادش ليه اي لازمه، صح ولا غلط؟ فحس ان هو كده ضيع عليه الايه؟ ضيع عليه المصلحه. طيب عمل ايه؟ قال لك والله انا ما عدتش هعرفهم على بعض. يعني ايه؟ يعني هو لو لما يجي لي البرنس تاني يقول لي انا عايز اشتري، اقول له خلاص مالكش دعوه انا هبيع لك. يعني لما يجي البرنس اللي هو اللونج عاوز يشتري، اقول له مالكش دعوه انا هبيع لك، انا هكون لك الايه؟ انا هكون الشورت بتاعك. طيب
ولما يجي له الجزار يقول له انا عايز ابيع، الديلر مش هعرفه على البرنس، هيقول لا مالكش دعوه انا ايه، انا هشتري منك، انا هكون اللونج بتاعك. هم ليه بقى عمل الحركه دي؟ عشان ما يعرفهمش على ايه، على بعض، ويكسب هو الايه الفرق. يعني هو بقى ايه، بقى اسمه ديلر، هو دلوقتي بقى ايه، بقى ديلر، بقى ديلر. يعني ايه؟ انا مبقاش بيعرفهم على بعض، مبقاش بيعرفهم على بعض، بقى بي ايه، هو بيدخل انت عايز تبيع لي، خلاص انا هشتري منك. طب وانت عايز انت عايز تشتري، انا هبيع لك، انت عايز تبيع لي، انا هشتري منك. فبقى هو اللي بيبقى ايه، هو بيبقى الشورت لكل لونج، وبيبقى لونج لكل ايه، لكل شورت. طيب هيستفيد ايه بقى؟ هيستفيد ان هو لما يجي يدخل في عقد مع البرنس، تمام، لما يجي يدخل في عقد مع البرنس، طبعا البرنس عاوز يشتري، البرنس عاوز ايه، يشتري. فلما يجي الديلر ده اللي هو عبده مصلحه يدخل معاه في عقد، هيحدد له سعر بيع عالي شويه، يعني هيبقى حدد له هنا higher selling price. يعني ايه؟ يعني مثلا انا هبيع لك البرنس الكيلو ب 61 جنيه، هبيع لك مثلا ب 61 جنيه للكيلو، تمام. طيب لما يجي الجزار عاوز يبيع، فطبعا الديلر قال له انا هشتري منك، بس انا هشتري منك هيشتري منه بسعر اقل شويه، هيشتري منه مثلا يحدد معاه سعر lower buying price، سعر شراء اقل شويه، يقول له مثلا هشتري منك اللحمه بكام؟ ب 59 جنيه للكيلو، فيشتري من ده ويبيع لده، يبقى هو يروح يشتري من الشورت ويرجع يبقى ايه؟ يبيع للايه؟ للونج، ويكسب قد ايه بقى؟ هيكسب 2 جنيه في الكيلو، هيكسب 2 جنيه في الكيلو. ده بنسميه ايه؟ بنسميه البيد اسك سبريد. بيد يعني سعر الشراء، اسك يعني سعر البيع. لو انتم مش عارفين ايه بيد اسك، المفروض انتم عارفينها، بنستخدمها كتير في الاسهم، يقول لك ده البيد اسك سبريد. البيد اللي هو السعر اللي انا هشتري بيه، الاسك ده اللي انا ايه هبيع بيه. فهو بيكسب الفرق ما بين الايه، ما بين البيد اللي هو ده والاسك اللي هو ايه ده، فده بيسموه البيد اسك سبريد. يبقى ده مكسب الايه، مكسب الديلر. فهو دلوقتي بقى ايه، ضمن لنفسه المصلحه، بقى المصلحه ما راحتش منه، هو ما عرفهمش على بعض، وفي نفس الوقت هو بيكسب الايه، الفرق ما بين البيد والاسك. في حاجه صعبه، حاجه مش مفهومه؟ لقيت الناس انتوا ما بتتكلموش ليه؟ انتوا متضايقين ولا ايه؟ طب ما حد يتكلم. لقيت الناس في الشات. طيب ماشي، وبقيت الناس، شموع، ناس، هدير، مروان، نورهان، احمد، صحر، رحاب، رنا، سلمى، يوسف، ايه مالك؟ تمام. طيب فهمتوا الحته دي؟ فعشان كده بيسموا، فعشان كده بقى بيسموا الفورورد كونتراكت، بيسموا السوق بتاع الفورورد كونتراكت بيسموه ايه؟ بيسموه ديلرز ماركت. يعني بقى المتحكم في السوق بتاع الفورورد كونتراكت ايه؟ الديلرز. الديلرز هم اللي بقى متحكمين في السوق بتاع الايه؟ بتاع الفورورد كونتراكت. فعشان كده الفورورد كونتراكت بقى بيسموه ديلرز ماركت، السوق بتاع الايه؟ الديلرز. الديلرز هم اللي بقى متحكمين في سوق الايه؟ في سوق الفورورد، بيسموه ديلرز ماركت. وبساعات ليه اسم تاني بيسموه ايه؟ بيسموه اوفر ذا كاونتر. يعني ايه اوفر ذا كاونتر؟ يعني خارج المقصوره. يعني ايه اوفر ذا كاونتر؟ يعني خارج المقصوره. يعني ايه؟ يعني مش ملوش سوق منظم. يعني ايه؟ يعني الديلرز كده مع بعض هم اللي ايه؟ هم المتحكمين في السوق. من ما فيش مثلا، ما فيش بورصه بتحكمه. يعني البورصه بتبقى، البورصه مكان تبادل منظم، بيسموه اورجنايزد اكستشينج، بيبقى فيه مؤسسات بتحكمه وفي قوانين بتحكمه. من اللي بيحصل دلوقتي ما بين البرنس والجزار والديلر، دي حاجه بره الايه؟ بره الاكستشينج، بره النظام اللي هو بتاع البورصه، فبيسموه اوفر ذا كاونتر. يعني اوفر ذا كاونتر يعني بره نظام الايه؟ بره نظام البورصه، يعني ما فيش حد كتير بيراجع عليه. ماشي، اتفضلي يا صحه. دكتور، طب انا كده عاوز اسال سؤال، هو كده الديلرز ده يعني خالف العقد
يعني انا المفروض دلوقتي مكتوب في العقد ان السبوت الفورورد برايس 60 هو تعامل على انه 61. ما هم الديلرز بقى، ما هو الديلر ده الديلر ده بيبقى مش عنده مصلحه زي ما انا بقول لكم في المثال. الديلر ده بيبقى البنوك، بنوك كبيره، بيبقى بنوك كبيره ومؤسسات كبيره. اي انا قصدي ان هم كده مش ماشيين بالبرايس. ما لا ما هو البرايس انا كنت ده كان مثال. فالديلر بيعمل، ما هو يكسب منين؟ الديلر يقول لك والله انا هبيع لك الكيلو ب 61 جنيه. هي البرنس يجي يقول له انا عاوز اشتري كيلو لحم، يقول لك انا هبيع لك الكيلو، الكيلو كمان 6 شهور ب 61 جنيه. طب البرنس هيقدر هيقدر يتناقش معاه؟ هو ما البرنس مش هيقدر يروح حته ثانيه لانه خلاص هو ما فيش حد ثاني او ما بعرفش جزارين، فمضطر يقبل الايه السعر بتاع الديلر. بس هو بيبقى عارف ان الكونتراكت رقم ثاني. ما هو بقى هو خلاص هو مستعد يقبل، هو هيشوف السعر، ما هو ده بيع وشراء، انت ناوي تقبل هتاخد، خلاص مش عايز خلاص. فهو بيتكلم دلوقتي ان الديلر هو المتحكم في السوق، فالديلر بيتحكم في الايه في السوق. الديلر دلوقتي هو بيتحكم في السوق، ده عكس الفيوتشر. لما نيجي نتكلم في الفيوتشر بقى سعر معروف لكل الناس، يعني بيبقى في سعر معروف لكل الناس في الفيوتشر لان هو بيبقى اورجنايز. ما الديلر ده بيبقى ايه، انت بيبقى سوق مستخبي وبيبقى دايما في الحاجات اللي هي ايه مش ما بتتباعش وتشترى على طول، يعني الحاجات اللي هي بتبقى يونيك قوي يعني مفيش ملهاش سوق، فانت مضطر تقبل السعر اللي هيديه لك الديلر. خلاص هو يلا انا ده السعر بتاعي، عايز اهل مسالم مش عايز خلاص. فهمتيها؟ تمام شكرا يا دكتور. العفو. فهي او تي سي يعني ايه؟ يعني بره الاكستشينج، يعني دايما بتبقى ايه بتبقى unregulated، يعني مفيش قوانين كتير بتحكمها، unregulated. طبعا ده عكس الفيوتشر زي ما هنعرف كمان شوية، unregulated. في حاجة صعبة من اللي احنا قلنا ده؟ في حاجة مش مفهومة؟ اتفضلي يا شنوع. دكتور طب هو ليه انا مضطرة استخدم الفورورد كونتراكت اما هو اصلا اوريدي في حوار الديلر ده ان هو مسيطر يعني على الماركت؟ ما ايوه ما ده سؤال حلو يا شنوع. مشموع بتقول لك طب انا ايه اللي خليني، ايه اللي يجبرني على الفورورد كونتراكت وفتحت رحمة الديلر ما اروح للفيوتشر؟ صح ولا غلط؟ ما انتش انت قلت فيها يبقى دلوقتي تعرفنا حاجه اسمها فيوتشر زيها، بس هتبقى مش رحمه الديلر. اقول لك اه بس دلوقتي الفيوتشر بيبقاش ايه، بيبقاش كاستمايزد. يعني انت ممكن تكون عايز حاجه كاستمايزد قوي، يعني انت عايز حاجه خاصه قوي بيك انت، حاجه معينه مش موجوده الناس ما بتبيعش وتشتري فيها كتير. فانت لو انت عايز حاجه كاستمايزد انت مش هتلاقي لها سوق، فانت هتساعدها تروح لمين؟ للديلر. هتقول له والله انا عايز اشتري كذا كذا كذا، فيقول لك والله سعري هيبقى كذا، انت موافق اهلا وسهلا، مش موافق خلاص. فهمت الحته؟ لان حته الفورورد يعني ده اللي هنعرفه مع بعض دلوقتي. تعالوا نكتبه. يعني احنا دلوقتي اتكلمنا على فورورد كونتراكت، احنا دلوقتي اتكلمنا على فورورد كونتراكت، والفورورد كونتراكت ده احنا اول حاجه اتكلمنا عليها في الايه في الدريفيتيفز. يعني تعالوا نعرف تايبس اوف دريفيتيفز، انواع الدريفيتيفز. في أربع أنواع أساسية هنتكلم عليهم في الكورس بتاع الدريفتيفز. إيه هما؟ أول حاجة عندنا هم أربعة. أول حاجة الفورورد كونتراكت. تاني حاجة الفيوتشرز كونتراكت. تالت حاجة الاوبشنز. رابع حاجة السوابس. طيب احنا طبعا اتكلمنا على الفورورد وخلاص خلصنا، بس الفرق ما بين الفورورد والفيوتشر هما الاتنين واحد. يعني انت لو لاحظت ده فورورد يعني قدام، فيوتشر يعني مستقبل، يعني هما الاثنين نفس الحاجه بالظبط، يعني نفس اللي قلناه على الفورورد هو الايه الفيوتشر. طب الفرق في ايه؟ هقول لك الفرق في ايه. الفرق ان الفورورد ده دايما بيبقى كاستمايزد، بيبقى حاجه كاستمايزد قوي، يعني مش هتلاقي لها سوق. يعني بيبقى في مثلا ناس بيتراهنوا، ما احنا قلنا الكونتراكت ده اجريمنت يعني رهان. زي مثلا لو حد فيكم مش عارف انت شفتوا فيلم اللي هو ذا بيج شورت، حد فيكم شافه قبل كده البيج شورت؟ انا ما شفتوش. مش مهم اللي زي مثلا بيتراهنوا على ايه؟ بيتراهنوا مثلا في ناس بتتراهن على الجو،
يعني بصوا في ناس يعني انتوا طبعا مش هتتخيلوها قوي، بس الدريفيتيفز على كل حاجه. يعني انت الدريفيتيف دي مشكلتها ان انت لو رحت بره، طبعا احنا ما عندناش في مصر دريفيتيفز، بس بره في دريفيتيفز كل حاجه. انت شفت اي حاجه انت ممكن تتخيلها ممكن يعملوا لها دريفيتيفز. يعني ان الدريفيتيف دي عباره عن رهان، بنتراهن على سعر حاجه معينه او بنامن نفسنا على انسرتينيتي معين. فممكن الانسرتينيتي اللي هم بيتراهنوا عليه يكون مثلا الجو، الجو مثلا هيمطر ولا مش هيمطر. يعني ممكن المزارعين اللي مثلا هيتاثروا بحته قله المطر عاوزين يامنوا نفسهم ضد الريسك بتاعه ان السنه دي ما ينزلش في مطر، فيروح يدخلوا في الدريفيتيفز مع البنك. يبقى في دريفيتيفز على حالات جويه، الدنيا هتمطر ولا مش هتمطر. تفتكري بقى ان تفتكروا ان المطر دي دريفيتيفز اللي هو على حاله المطر ده هنلاقيه في الفيوتشر ماركت، هنلاقي فيه ناس تشتري وتبيع فيه كتير، ولا ده يبقى حاجه كاستمايزد جدا، يبقى حاجه كاستمايزد لناس معينه؟ هيبقى كاستمايز جدا لناس معينه، مش هنلاقي له سوق، صح ولا غلط؟ يعني دلوقتي لو في مثلا كم مزارع عاوزين يعملوا نفسهم ضد ان الـ السنه دي ما ينزلش في مطر، هيروحوا البنك كبير، البنك هيقول لهم والله ده سعر، عايزين تدخلوا معايا اهلا وسهلا، مش عايزين خلاص، صح ولا غلط؟ فيبقى ساعتها الفورور كونتراكت ده بيبقى كاستمايزد، وبيبقى دايما ديلرز، بيبقى في ديلرز هم اللي بيحددوا الاسعار، بيبقى او تي سي، ملوش اكسشينج ان ريجوليتد. طب الفيوتشر نفس الفكره، بس الفرق اللي هو بيكون ايه بقى؟ بيكون ستاندردايزد. لا دي بقى حاجه ايه كل الناس بتشتري وتبيع فيها، زي مثلا القمح، اللحمه، الذهب، البترول. فدي تبقى حاجات ستاندردايزد، بيبقى حاجات ستاندردايزد يعني ليها سوق، وبيبقى دايما ايه بقى زي ما هنشوف مع بعض، بيبقى العقد نفسه بيبقى ستاندرد. يعني ما فيش عقد مثلا على 1500 كيلو وعقد تاني على 1000 كيلو وعقد تاني على 1200 كيلو، لا هتلاقي العقد مثلا ثابت، هو العقد على 1000 كيلو والتواريخ ثابته وسعر ثابت، فبيبقى ستاندردايزد. وما بيبقاش في ديلرز، بس بيبقى في حاجه اسمها كليرنج هاوس هنعرفها. وما بيبقاش او تي سي، لا بيبقى في سوق، فبيبقى في دايما اكسشينج، يعني بيبقى في بورصه هي اللي بتشرف على الموضوع، اكسشينج تريدد. تمام؟ فايه ده الفرق ما بين الفورورد والفيوتشر؟ فاحنا دلوقتي المفروض نتكلم على ايه بقى؟ نتكلم على الفيوتشرز كونتراكت، وعرفنا هما الاثنين ايه؟ واحد، بس الفرق في الحاجات اللي انا قلتها دي بس، هنعرف الفرق ده بيعمل ايه دلوقتي. في حد مش فاهم حاجه؟ من الناس اللي موجوده معايا فاهمين ولا مش فاهمين؟ تمام يا دكتور. تمام يا دكتور. فاهمين يا دكتور. طيب كويس. هنتكلم دلوقتي على الايه؟ على الفيوتشرز كونتراكت. طيب تحبوا تاخدوا بريك كده 10 دقايق ونرجع تاني؟ عشان نتكلم على الفيوتشرز كونتراكت. ناخد بريك 10 دقايق، يعني الساعه دلوقتي 10 انا 10 ونص 10 ونص ان شاء الله نرجع تاني ونكمل بقى المذاكره. تمام يا دكتور. تمام 10 دقايق ونرجع. انتوا معايا ولا لسه ما رجعتوش؟ لا مع حضرتك يا دكتور. تمام. فاهمين اللي احنا قلناه لغايه دلوقتي؟ خلاص احنا قربنا نخلص الجزء بتاع النهارده، بس هل انتوا فاهمين اللي احنا قلناه ولا مش فاهمين؟ الدنيا واضحه وسهله؟ تمام يا دكتور، بس ايه المشكله؟ هو انا كنت عايز اسال على حاجه في الفورورد كونتراكت، هو احنا كده خلصناه وهنخش على الفيوتشر ولا حضرتك هتشرح في حاجه ثانيه؟ بص انا فاهمك الشرح دريفتيفز هيمشي ازاي. انا بربط الحاجات ببعض، يعني ايه؟ يعني مثلا انا شغال فريدنج 1 و 2 و 3 مع بعض، بربط الحاجات كلها مع بعض. لسه في الفورورد، المره الجايه هنتكلم عن حاجات ثانيه في الفورورد، وهندخل وهنتكلم برضو على الفيوتشر. يعني ده مش كل الفورورد، انا بربط بس الكونسبت كلها ببعض، يعني عشان ما تبقيش فاهم مثلا اكيد في المحاضره مثلا اخدته حته العملي
اللي هو المسائل بتاعت الإكويتي فورورد والفورورد ريت أجريمنت. طبعا انت مش لسه ما اتكلمناش عنها، يعني نتكلم عنها المره اللي بعديها. انا بس بربط الكونسبتس والاساسيات ببعض. مين كان عايز يسال؟ مروان، اتفضل يا مروان. دكتور معلش بس، هو الريدنج ده بيبقى يعني بيتذاكر زيه زي السلايدز بالظبط ولا يعني؟ بص انا هعمل ايه، انا هديكوا سامريز، وطبعا الكلام اللي احنا بنكتبه مع بعض دلوقتي في السيشن ده هتاخدوه، هبعته لكم بي اف، ويبقى فيه سامريز. هتلاقي السامري اللي انا بعتها لك دي هتلاقي فيها الكلام اللي احنا بناخده من وراء اسئله على الكلام اللي احنا اخدناه، فما تقلقش كل حاجه هناخدها، بس انا برتبهم على حسب الكونسبت. يعني بناخد قصه بتلم الكونسبتس معينه مع بعض. المره الجايه مثلا خلاص بعد ما خدنا الاساسيات هناخد حاجات تانية معاها، فاحنا هناخد المنهج كله بس ايه، هنذاكره من السامري اللي انا هديها لك ومن الليكشر برضو او السيشن اللي احنا هناخدها مع بعض. شكرا. ماشي تمام. طيب بالنسبة بقى للفيتشر كونتراكت، زي ما قلت لكم هي دي بتبقى ايه، بتبقى ستاندردايزد، فيها كليرنج هاوس، ونعرف ان ايه كليرنج هاوس، وبتبقى اكستشينج تريدد. وميزة الكليرنج هاوس ان هي بتشيل منها الديفولت ريسك، دي اهم حاجة، يعني يبقى نو ديفولت ريسك او كونتر بارت ريسك، يعني مفيش حد هيجي ايه يقول لك او يفلسع او انت تخسر فلوسك، لا ما فيش الديفولت ريسك، ونعرف ما ازاي بيشيلوا الديفولت ريسك دي مع بعض. طيب ازاي بقى هنعرف الفوتشر كونتراكت؟ هي نفس الكلام، ان عنده مصلحه اللي فوق ده اللي هو كان ديلر، الديلر ده اللي هو بس اللي فاتح المايك يقفله. تمام. طيب فاكرين الديلر ده اللي هو عبده المصلحة، الراجل ده كسب بقى من ورا الحكاية دي، بس كان ايه، كان في شوية حاجات متهيئة في الشغل بتاعه. ايه هي؟ ان يعني مثلا يجي له البرنس يقول له انا عايز 1500 كيلو، بس الجزار عايز يبيع مثلا 1200 كيلو بس. كان مثلا الجزار عايز البرنس عايز اللحمه كمان 6 شهور، الجزار عاوز يبيع كمان 4 شهور، فكان الحاجات دي كلها ايه، ارفاف في الشغل بتاعه، لان هو كل واحد عايز حاجه مختلفه، فكان بيقعد يحاول يوفق، ما بيحاول يوفق على قد ما يقدر، وفي حاجات كان بيرفضها. وطبعا كان في ساعات بيواجه مشاكل ان الجزار يعمل نفسه عبيط، البرنس ما يدفعش، فكان بيبقى في شويه مشاكل. فالديلر ده لما كبر وبقى معاه شوية فلوس حلوين، قال لك انا هعمل ايه بقى، انا افتح لي محل، قال لك انا هجيب لي مكان اهو، انا هجيب لي محل كده او مكان ليا، وهسميها الاكستشينج، الناس اي حد عايز يتعامل معايا يجي لي في الايه، في المحل بتاعي ده. اهو ده المحل بتاعه، قال لك ده الاكستشينج بتاعي، ده المكان اللي اي حد عايز يشتري مني حاجه يجي في الايه، في الاكستشينج ده يشتريها مني، فعمل مكان ليه. طيب وايه تاني المكان ده بقى عمل فيه؟ قال لك دلوقتي لما كان جاله خلاص الناس اللي هم البرنس والجزار، طب يلا احنا عاوزين نشتري منك. فطبعا البرنس جه، تعال ناخد البرنس والجزار تاني اهو، كان هم ده الباير او اللونج، وده الجزار اللي هو الشورت او السيلر، جوله تاني في المكان بتاعه وقالوا له يلا ايه احنا عايزين نشتري منك. قالوا احنا عايزين نشتري منك، قالوا لهم، قال لهم ماشي. فجه البرنس قال له انا عايز اشتري ايه؟ قال له انا عايز اشتري 1200 كيلو كمان 4 شهور. عايز اشتري؟
قال لي هنا اهو، قال لك انا عايز اشتري 1200 كيلو كمان 4 شهور. والشورت قال له انا عايز ابيع 900 كيلو كمان 7 شهور. الراجل ده بقى عبده قال لك ايه؟ قال لك لا، الكلام ده كان زمان بقى دلوقتي، انا دلوقتي ما بقى ايه، ما بشتغلش لكل واحد ايه لوحده. الكلام ده كان ايه؟ كان زمان. دلوقتي انتوا تعملوا ايه؟ انتوا هتيجوا تشتروا مني على شروطي انا، انا هعمل شروط وانتوا كلكم هتمشوا عليه. يعني انا مش همشي على شروطكم، لا، انا هيبقى عندي حاجه ستاندرد، هيبقى عندي حاجه ستاندرد. انت اللي عايز يدخل معايا او اللي عايز يشتري مني يشتري ايه بالشروط دي، دي تبقى حاجه ستاندرد هتمشي على الكل سواء هنبيع او هنشتري. تعال نشوف بقى الشروط بتاعته كانت ايه. قال لهم، قال للبنس انت عاوز تبيع، انت عايز تبقى لونج؟ قال له اه. قال له طب خلاص، انا هبقى الشورت بتاعك، انا هبقى الشورت بتاعك. قال له انا هبقى الشورت بتاعك بس بالشروط دي. ايه الشروط دي بقى؟ قال له، قال له انا ما عنديش حاجه اسمها 1200 كيلو، انا عندي كل عقد بيبقى عباره عن 1000 كيلو. يعني انت لو عايز 1000 كيلو اشتري عقد، عايز 2000 كيلو اشتري عقدين. طب لو انت عايز 1200 1300 ما عنديش، انت تشتري عقد ب 1000 تشتري عقدين بكام؟ ب 2000. يعني شفت العقد 1000، طب افرض انا عايز 2000 اشتري عقدين مني، ادخل معايا في عقدين. عايز 3000 كيلو ادخل معايا في 3 عقود. ما انا العقد ثابت بكام؟ ب 1000 كيلو. طيب وايه تاني؟ وثبت السعر. قال له سعر 60 كيلو 60 جنيه للكيلو. تمام. وثبت التاريخ، يعني ما عنديش انا ما عنديش التواريخ دي، مش كل واحد هيقع على مزاج، ولا انا عندي بقى في شهور معينه في السنه. يعني مثلا احنا دلوقتي في شهر 5، طيب يعني عندي كمان 3 شهور، يعني في شهر اوجست 2021 انا بشتغل بالثلاث شهور، كل 3 شهور بعمل ايه؟ بعمل عقد. فقال له دي الشروط بتاعتي، عايز تشتري مني تدخل معايا لونج بالشروط دي اهلا وسهلا، مش عايز خلاص. انا ما بشتغلش بالايه؟ بالكاستمايز، انا دلوقتي بقيت ايه؟ ستاندردايز، دي الشروط بتاعتي. طيب وجاله الجزار، قال له بقى نفس الحاجه. قال له انت عايز تبقى شورت؟ قال له اه. قال له طب انا هبقى اللونج بتاعك بس بنفس الشروط دي. قال له انا هبقى اللونج بتاعك بنفس الشروط دي، هبقى اللونج بتاعك بس بنفس الشروط دي. عايز تدخل معايا في العقد اهلا وسهلا، مش عايز خلاص. يعني ايه؟ يعني الراجل ده دلوقتي ظبط، عمل ستاندرد، عمل فورما كده، فورما للعقود. انت عايز تبقى شورت اشتري مني العقد ده، انت عايز تبقى لونج اشتري مني العقد ده. يعني احنا لو حبينا نتخيلها هتلاقي بقى هو عمل عقود لكل حاجه. ليه عمل عقود؟ مثلا الناس اللي عايزه تشتري لحمه، عمل عقود للناس اللي عايزه تشتري ذهب، عمل عقود للناس اللي عايزه تشتري قمح. هو عمل ايه؟ زي ما عمل كده. شموع، عايز تسالي في حاجه؟ هو انا كنت عايز اعرف هو كده استفاد ايه الديلر؟ انت ما احنا بنثبت، هو طبعا بيبقى فيه فيز وبيبقى فيه فرق في الاسعار، انا بحطها كده كمثال بنبسط. انت قصدي كان عشان هو ده مثال بنبسط بيه، ما هو طبعا بيبقى فيه فرق بس دي حاجه بس بنركز على الكونسبتس الاساسيه. تمام. طيب فلو حبينا، لو حبينا نتخيلها، تعالوا بس ناخد لكم الصوره دي. تمام. اهي يعني كانه بقى ايه، شفت شايفين الصوره دي عباره عن ايه؟ عباره عن اوراق على دولف كده، كل ورقه فيها ايه؟ دي ستاندرد. انت عايز تبقى تشتري مني لحمه، خد الورقه دي، خد من العقود دي. انت عايز تبيع لي لحمه، خد من العقود اللي جنبيها. انت عايز تشتري مني ذهب، خد من العقد ده. بقى ايه؟ هي ستاندرد. اللي عايز يجي لي بيجي له ياخد ايه؟ عقد من العقود اللي يناسبه. يعني دي عقود ستاندرد اهي موجوده في ايه؟ عند الراجل ده. شايفينها؟ دي بقى شكلها، يعني بقت عقود ستاندرد، بقت عقود ايه؟ ستاندرد. خلاص فهمنا الحته دي، هي بقت ستاندردايزد. طب دكتور معلش ممكن اسال سؤال؟ تعالي. انا دلوقتي سيلر، هلبس في 100 كيلو زياده ليه؟ ما انت بتبقي بقى انت حره، يعني انت عايزه تدخلي معايا في العقد تعالي، مش عايزه خلاص روحي للفورورد.
رجع تاني. لا بس هو برضو احتكر كده السوق، ما هو برضو بيأذيني في نفس الوقت. ايه هو ما بقول لك بقى، هما ليه بقى عملوا ستاندردايز؟ اقول لك، انا اقول لك ايه فكره الفيتشر ليه خلوها ستاندردايز. ما احنا لسه نعرف هما ليه الفيتشر خلوها ستاندردايز موحده، عشان تبقى ليكويد. يعني ايه ليكويد؟ يعني يبقى تبقى حاجه ثابته، لو انت عايز تخرج في اي وقت تعرف تخرج منها. يعني مثلا لو انا دلوقتي باير، لو انا دلوقتي برنس، كنت شاري مثلا عقد ب 1000 كيلو، تمام؟ في التاريخ ده كل الناس دي بقت عقد ستاندرد، فانا لو حبيت اخرج منه ادخل اشتري العقد اللي ايه اللي عكسه، فاقدر اخرج. وفي نفس الوقت هيبقى ليه سوق، لان هيبقى ليه ايه سوق، لان خلاص كل العقود شبه بعض. طيب لو انا بقى كاستمايزد، انت بقى لو كاستمايزد هترجع تاني. يعني لو انت خلاص مش قادره بقى تتحملي 100 كيلو زياده دي، ارجعي تاني للديلرز ماركت فوق واشتغلي في الفورورد. ما حدش اجبرك تشتري في الايه الفيوتشر، صح ولا غلط؟ يعني انا عندي حريه الاختيار مثلا. ما انت حر، انت محدش هيجبرك ان انت تشتري فيوتشر، محدش هيجبرك تشتري فورورد. انت شايف الفورورد، انت عايزه حاجه كاستمايز ليكي انت بس، روحي للفورورد. انت عايزه حاجه ستاندرد، مش فارق معاكي انت مثلا بتشتري زي القمح لحوم، ومش فارق معاكي 100 كيلو زياده، خلاص اشتري الفيوتشر. وبتوازني ما بين الحاجات، يعني بتوازني ما بين كل حاجه والتانيه. دكتور طب هو كده الديلر مش ستيل برضو بيكنترول على الماركت؟ لا ما هو بقى هنا ما عادش اسمه ديلر بقى، ده بقى ما ده كنت لسه جاي لك فيه دلوقتي. عبد المصلحه ده بقى لما نضف وكبر وبقى ليه اكستشينج، ما بقاش اسمه ديلر، بقى اسمه ايه؟ اسمه كليرنج هاوس. بقى اسمه كليرنج هاوس. ايه كليرنج هاوس ده؟ دي اللي احنا عندنا في مصر بنسميها المقصه، دي اللي بتضمن، اللي بتضمن لك اللي ما فيش حد ايه، اللي ما فيش حد هيخلف وعده. يعني ايه؟ انا هقول لك. يبقى دلوقتي لكم معايا، تمام. ده بقى مع عبده، ده ما اسمش، ما اسموش ديلر، بس اسمه ايه؟ بقى اسمه كليرنج هاوس. كليرنج هاوس. الكليرنج هاوس ده بقى لازمته ايه؟ ان هو دلوقتي بقى هو اللي بيبقى بيقف ما بين الطرفين. يعني بيقف ما بين الطرفين ايه؟ يعني هو اللي بيبقى الشورت، بيبقى هو الشورت لللونج. يعني هو اللي بيبقى الشورت لكل واحد عايز يشتري، وبيبقى اللونج لكل واحد عاوز ايه يبيع، لكل شورت. فبالتالي هو بقى في النص، تمام؟ وبيضمن الكليرنج هاوس ده بقى مؤسسه كبيره، يعني مش واحد هيختفي، لا ده مؤسسه كبيره ومؤسسه مضمونه. فبالتالي انت دلوقتي اقول لك ما تقلقش، انا اللي في الوش. يعني ايه؟ يعني هيجي مثلا واحد زي البرنس يقول له طب انا ايه اللي ضمني ان انا لو كسبت انت هتديني فلوسي؟ والشرطه هيجي يقول له طب انا ايه اللي ضمني يا كليرنج هاوس لو انا كسبت انت هتديني فلوسي؟ هيقول لهم انا مؤسسه كبيره، انا عمري ما خلفت في ايه؟ عمري ما اخلفت كونتراكت عندي. وانتم ممكن تشوفوا كل السنين اللي فاتت دي انا عمري ما اخلفت، وفعلا كليرنج هاوس بره عمره ما اخلف اي حاجه، مهما حصل هو كليرنج هاوس بيضمن لك حقك، عمره ما اخلف عقد. فبالتالي كليرنج هاوس بقى مضمون، بقى مضمون اللي هو عمره ما هيخلف في حد، يعني عمره ما هيخلف العقد بتاعه. فبقى هو اللي في وش كل واحد، يعني هو بقى الكونتر بارتي لكل واحد عاوز يدخل في الفيوتشر كونتراكت. يعني كليرنج هاوس بقى هو الكونتر بارتي، هو الطرف المقابل في كل عقد، بقى هو الطرف المقابل في كل ايه؟ في كل عقد، صح ولا غلط؟ طيب فبالتالي اللي هو عشان هو بقى الطرف المقابل في كل عقد، هو ما بقاش فيه ايه بقى؟ ما بقاش فيه ديفولت ريسك، ما بقاش فيه ديفولت ريسك. ليه؟ لان انا مضمون، انا ايه؟ انا مؤسسه كبيره ومؤسسه مضمونه. فبالتالي انتوا ممكن تطمنوا ان انا ايه؟ ان انا مش هضحك عليك، صح ولا غلط؟ فلان هو بقى الكونتر بارتي فور ايتش تريد، يعني بقى هو الكونتر بارتي فور ايتش تريد لكل عقد، هو بقى ليه؟ هو بقى الطرف المقابل ليه. فبالتالي ما عادش فيه الناس بقت ضامنة حقها. ليه؟ لان احنا عارفين الكليرنج هاوس وواثقين فيها، واثقين فيها. بس مع ذلك دي لسه زي الفورورد. يعني ايه؟ يعني الفيوتشر ده لسه زي الفورورد، يعني اللونج ده عليه اوبليجيشن. يعني ما حدش هو يقدر يجي يستعبط يقول لك انا ايه، انا ههرب او انا ممكن ما ادفعش. لا، انت اللونج عليه اوبليجيشن، والشورت عليه ايه؟ والشورت عليه اوبليجيشن زي الفورورد بالظبط، ما فيهاش اي مشكله. بس الفرق ان هم هنا بقوا ضامنين ايه؟ بقوا ضامنين حقهم، ان هم لو كسبوا هياخدوا ايه؟ هياخدوا المكسب بتاعهم.
طيب حد هيجي يقول لي طب هو كليرنج هاوس ازاي يضمن لهم حقهم؟ طب هو الكليرنج هاوس لو في ناس كتير فلسعت هو الكليرنج هاوس هيفلس، صح ولا غلط؟ في حد كان رافع ايده وعاوزين نساله في حاجه؟ في حد عاوز يسال في حاجه قبل ما نكمل؟ هو انا كنت عايز حاجه يا دكتور. سالي. هو انا ما فهمتش حضرتك بتقول ان هو مثلا لو شورت ده في اي وقت مثلا هو مش عاجبه ممكن يخرج من الكونتراكت ده؟ ما دي لسه هنتكلم عليها في المره الجايه. انا هقول لك ما دي لسه هنتكلم عليها المره الجايه، بس انا كنت بديها مثال بس اللي هو ايه. انا دلوقتي اشتريت عقد، تمام؟ هنفترض ان انا اشتريت العقد ده، تمام؟ شايف العقد ده اهو، ده مثلا ده العقد اللي هو انا ده اللونج بتاع مثلا 1000 كيلو لحم في التاريخ بتاعه اوغست 2021. طيب انا جيت بعديها بشهر، يعني مش جيت في شهر 6، انا فلست مثلا، او انا خلاص مش عايز ايه، مش عايز اللحمه دي، غيرت رايي، قفلت المطعم، مش عايز. طب انا كده عليا التزام ان انا اخد اللحمه دي في شهر 8. طب انا مش عايز اللحمه خلاص، طب اعمل ايه؟ اروح في الشهر اللي بعديه هشتري العقد العكسه، اللي هو العقد اللي عكسه ده اللي انا هكون فيه ايه، هكون فيه شورت 1000 كيلو لحمه في اوغست 21. طبعا ده بيسموه ايه، بيسموه اوف سيتنج، يعني انا يعني بلغي التزام اللي عليا عن طريق ان انا بشتري العقد اللي عكسه، لان كل العقود بقت دلوقتي ستاندردايز. يعني ستاندردايز يعني ليها نفس الشروط، يعني نفس الكميه وفي نفس التاريخ. طبعا هيبقى في فرق في السعر ما بين العقد ده والعقد ده، سواء انا كسبت او خسرت. طبعا الكلام ده كله هنتكلم عليه الايه، هنتكلم عليه المره اللي جايه. ده بنسميه اوف سيتنج، يعني لو انا حبيت اخرج من الالتزام اللي عليا في اي وقت ممكن ادخل في العقد الايه اللي عكسه. طبعا لما ادخل في العقد اللي عكسه يبقى في ربح او خساره، دي هنتكلم عليها المره الجايه. انا بس كنت بدي لزميلتك كانت بتسال طب هما لازمته ايه، ليه بيخلوها ستاندردايز، فبقول لها ايه فايده ان العقد يكون ستاندرد او يكون ثابت، ان يعني هو بيديه بيبقى العقد ده ثابت على كل الناس، فبالتالي بيكون سهل جدا ان انت تدخل وتخرج منه. فهمت يا رحاب؟ اه تمام. يعني دي فكره بس، احنا لسه هنتكلم بقى بالتفصيل عليها المره الجايه. خلاص تمام. طيب دلوقتي هنفترض ان الكليرنج هاوس بقى، الكليرنج هاوس حد هيجي يقول لي طب ما هي ازاي تضمن ان هي هتدي لكل الناس حقوقها؟ طب ما افرض في ناس كتير اخلفوا حقوقهم او اخلفوا في العقد بتاعهم مع الكليرنج هاوس، ما الكليرنج هاوس كده ايه، هتفلس، صح ولا غلط؟ الكليرنج هاوس هتفلس. طب الكليرنج هاوس تعمل ايه؟ قالت لك لا، ما هو الكليرنج هاوس مش عبيط. قالت ايه؟ قالت اي حد هيدخل في عقد معايا، اي حد هيدخل في عقد معايا ملزم اللي هو ايه، يحط لي وديعه امان. يعني تعالى كده يا شورت، تعالى كده يا لونج، حطوا لي هنا ايه، حطوا لي هنا ديبوزيت، نحط لي سكيورتي ديبوزيت، وديعه امان، عشان اضمن ان انتوا ايه مش هتفلسعوا. دي بتبقى فلوسك، يعني انت ما دفعتش حاجه، بس انت بتحط في الحساب بتاعك عنده فلوس، يعني زي وديعه امان، بنسميها مارجن. يعني دي بتبقى سكيورتي ديبوزيت، بنسميها مارجن هامش. انت ما دفعتش حاجه، دي بتتحط في حسابك عند الكليرنج هاوس. يعني الكليرنج هاوس بيفتح لك حساب يقول لك حط في حسابك فلوس عشان ما تهربش. ونعرف لما تحط في حسابك المارجن ده او الفلوس دي بيبقى لازمتها ايه، هنتكلم عليها برضو في السيشن اللي جايه او اللي بعديها، هنشوفها لسه. دي بتبقى حاجه اسمها ديلي سيتلمنت ونتكلم عليها. وبرضو اللونج هيحط سكيورتي ديبوزيت اللي هي المارجن بنفس الكميه. يعني مثلا انت والله تدخله معايا، انت حط لي 1000 جنيه في حسابك وانت حط لي 1000 جنيه في حسابك، عشان محدش فيكم ايه، محدش فيكم يفلسف. طيب ايه اللي هيحصل؟ احنا بنحط بنفتح حساب عند كليرنج هاوس. ليه؟ قال لك بنفتح حساب عند كليرنج هاوس عشان كليرنج هاوس بقى هيقول لك ايه، يقول لك انا كل يوم بيعدي انا هشوف مين فيكم، هشوف السعر اتغير لمصلحه مين، وهاخد من اللي خسران ادي مين، ادي اللي كسبان. يعني كليرنج هاوس بيعمل ايه؟ هيجي بقى كل يوم ياخد من اللي خسران. يعني مثلا لو سعر اللحمه زاد ب 61، لو سعر اللحمه زاد ب 61 طبعا الشورت خسران، لان هو هيبيع ب 60، بس اللونج ايه،
اللونج كسبان صح ولا غلط، فياخد من حساب الشورت يوديه لحساب الايه لحساب اللونج. يعني تعالوا كده نفترض مع بعض ان اهو سيبك من 1000 جنيه دي، نفترض ان كل واحد فيهم حاطط فده حساب عند الكليرنج هاوس. طيب فدلوقتي هما الاثنين داخلين في عقد كام؟ 1000 كيلو على 60 جنيه. لو سعر اللحمه في اليوم اللي بعديه، شفت في اليوم اللي بعديه على طول سعر اللحمه زاد بقى 61 جنيه، يبقى مين اللي كسبان ومين اللي خسران؟ حد يقول لي مين اللي هيبقى كسبان ومين اللي خسران؟ الباير هيبقى كسبان والسيلر. الباير هيبقى كسبان كام؟ هيبقى كسبان كام في الكيلو؟ واحد. جه طيب والعد كام كيلو؟ 1500. لا شوفي هنا العد كام كيلو؟ 1000. يبقى الباير كسب كام؟ كسب في كيلو جنيه، يبقى في ال 1000 كيلو كسب كام؟ 1000 جنيه. طيب الشورت هيبقى خسر في الكيلو كام؟ 1000 جنيه برضه. 1000 جنيه. طيب يبقى ساعتها هيخسر في كيلو جنيه، وهما 1000 كيلو يبقى خسر كام؟ 1000. طيب الكليرنج هاوس هيعمل ايه؟ هياخد الفلوس دي من الشورت، من حساب الشورت اللي عنده، ويحطها في حساب الايه؟ في حساب اللونج. كل يوم هيعمل الحركه دي، يعني كل يوم هيقول لك لا انا مش هستنى بقى لاخر العقد وحد فيهم يفلسع لي، لا انا كل يوم بيومه هاخد من الخسران ادي ليه اللي كسبان. دي بيسموها ديلي سيتلمنت. هو كل يوم بيشوف السبوت برايس وبعد كده ايوه كل يوم، ودي دي اسمها ديلي سيتلمنت او اسمها مارك تو ماركت، ودي لسه نتكلم عليها لوحدها بقى، نتكلم على العمليه دي لما نيجي نتكلم على الفيوتشر كونتراكت، يعني نتكلم على العمليه دي بالتفصيل ازاي بيعملوها. يعني هو كل يوم بيومه فعلا زي ما انت قلتي بيشوفوا سعر الاندرلاينج اتغير لمصلحه مين، وكل يوم بيومه بياخدوا من الخسران ويدوا للكسبان، بيسموها ديلي سيتلمنت او مارك تو ماركت. وطبعا دي هنتكلم عليها بالتفصيل بعد كده. يعني هو ديلي سيتلمنت للايه؟ للجينز واللوسز. يعني ديلي سيتلمنت للجينز واللوسز، يعني اللي خسران هياخد هنحمله الخساره كل يوم، والكسبان هنديله المكسب بتاعه كل يوم بيوم. فهمتيها؟ فهمتوا اللي انا تمام. هو كده استفاد، هو كده استفاد ايه؟ ما هو مثلا لو السيلر قال او الباير قال مش هكمل الايه، اذا بتكلم على كليننج هاوس هيستفيد ايه؟ دي بتكلم على مين؟ لا الكليننج هاوس، ما انا المثال ده مبسط، احنا طبعا الكليننج هاوس بياخد نسبه وبيقليه فرق في السعر، احنا مش بس احنا ما بندخلوش في المثال بتاعنا عشان يبقى فيه سيمبل، يعني يبقى فيه سيمبليفيكيشن. فاحنا ايه عشان نبسط المثال بنتجاهل الكليننج هاوس هيكسب ازاي. يعني سيبك من حته الكليننج هاوس، هو هيكسب، هو الكليننج هاوس ده مش شغال الاول الوطن، بس احنا طبعا عشان ما نبوظش المثال بتاعنا ويبقى المثال بتاعنا ملعبك فبنتجاهل الحته دي. فهماني؟ احنا بس بنركز على الاساسيات اللي احنا عاوزين نتكلم عنها. انتوا خلاص فهمتوا انا بتكلم على ايه؟ فهمتوا حته المارجن؟ عرفتوا ازاي ما يبقاش في ديفولت ريسك عن طريق الايه؟ المارجن. المارجن دي مش معناه ان انت بتدفع فلوس، يعني انت لما بتدخل في العقد برضو خلي بالك، انت لما بتدخل في العقد انت برضو بيبقاش ليك الافضليه. يعني الفاليو ات انيشيشن او ات في بدايه العقد اللي هو تي ايكوال زيرو، بيبقى كل واحد الفاليو بتاع العقد زيرو، بس الفرق اللي انت بتحط مارجن، اللي انت بتحط مارجن، المارجن ده في حسابك انت، يعني انت ما بتدفعش حاجه للطرف الثاني. يعني برضو الفاليو بتاع الفيوتشر كونتراكت ساعه الانيشيشن بيبقى زيرو. يعني تقول طب انا بدفع مارجن ليه؟ انت ما بتدفعش مارجن، انت بتحط في حسابك مارجن عشان يبقى فيه امان، عشان يبقى فيه امان، بس احنا ايه نضمن ان ما فيش حد هيفلسف. ما انت ما بتدفعش للطرف المقابل ليك حاجه، لان المفروض زي ما قلنا ان في بدايه العقد زي فورورد كونتراكت ان ما فيش حد ليه الافضليه، يبقى الفاليو بكام؟ الفاليو بتاعت العقد بزيرو. فهمتوا انا قصدي ايه ولا مش فاهمين؟ تمام. طيب شموع عايز تسالي في ايه دكتور؟ هو اللي هو كسبان المارجن بتاعه ما يعني بياخده في الاخر بلس اللي هو خده من الخسران، يعني الخسران مثلا ممكن المارجن خالص بالظبط كده. والمارجن بتاع ما الخسران يخلص خالص هنعمل ايه؟ دي كل الكلام ده نعرفه لما نيجي نتكلم على الديلي سيتلمنت. يعني احنا لسه نتكلم عن الموضوع ده تاني. يعني اللي انت قلتيه ده فعلا ده بيحصل، بس ده لسه نتكلم عليه، فعشان كده ما اديتش تفاصيل دلوقتي. انا بس بعرفكم ان في حاجه اسمها ديلي سيتلمنت وهناخد مثال عليها ونعرف ازاي بيعملوه. فهمتيها؟ طيب حد عنده سؤال تاني؟ تمام يا دكتور، شكرا. تمام. في حد عنده دكتور؟ انا عندي سؤال. اسالي.
هو لو انا عندي مثلا حد جالي عايز يكون شورت بس ما فيش قدامه حد ان هو يكون لونج، لا انا هاخد من مين؟ طيب لا الكليرنج هاوس ده بقى، بص ما هو الكليرنج هاوس بيبقى مؤسسه كبيره جدا، هي مش موجوده في مصر عشان كده احنا مش متخيلين موضوع الدرافتس. انت عارفه البورصه يعني انا البورصه، في بورصه بره للقمح، يعني ايه يعني في بورصه بره مخصوصه للفيوتشر كونتراكتس بتاعت القمح، يعني في ناس كتير داخلين في الحقوق في الايه في القمح، فبالتالي بقى في ناس كتير اولفات الناس داخلين في كانهم شورت، وفي ناس داخلين كتير كانهم لونج. والكليرنج هاوس بيعمل ايه؟ الكليرنج هاوس دي مش مؤسسه صغيره، لا دي مؤسسه كبيره جدا زي البورصه كده، دي بورصه. فهو بيعمل ايه؟ بينظم العمليه دي بحيث ما يبقاش عليه اوبليجيشنز كتيره، بحيث ما يبقاش عليه لايبيليتي، لا هو خلاص منظم الشورت قصاد اللونج، فما تقلقيش من الحته دي بتبقى حاجات جوه شغل الكليرنج هاوس فاحنا مش هنتكلم عليها، لان دي بتبقى شغل جوه شغل الايه؟ شغل الكليرنج هاوس، دي بتبقى بورصه كبيره جدا. فاهماني؟ عكس الديلر اللي انت قلتيه ده، يا مشكله الديلر، مشكله الديلر ايه؟ ان الديلر ده ما بيبقاش فيه ناس كتير، يعني الديلر ده بيبقى السوق قليل، مفيش ناس كتير، وبيبقى سوق كاستمايز، يعني كل واحد عايز حاجه مختلفه، فبالتالي هو بيحاول على قد ما يقدر ان هو يوفق الامور، بس ساعات بيبقى عليه اوبليجيشن، يعني ساعات بيبقى عليه ايه؟ اوبليجيشن، يعني ممكن تلاقي الشورت اكتر من اللونج، او تلاقي اللونج عنده اكتر من الشورت، فساعات الديلر ده بيبقى عليه ايه؟ بيبقى عليه اوبليجيشن، اما الكليرنج هاوس او الكليرنج هاوس بينظم الامور، يعني دي بتبقى عامله زي الايه؟ بتبقى عامله زي البورصه. فهمتيها؟ فاحنا مش هنتكلم على الكليرنج هاوس شغله عامل ازاي عشان الموضوع ما يكبرش مننا، احنا هنتكلم على العقد نفسه. من الشغل الكليرنج هاوس ده بقى لسه يعني ده موضوع تاني. تمام؟ تمام. ان شاء الله لو في وقت المره الجايه ممكن اوريكم، طبعا مش موجوده في مصر بس ممكن اوريكم الويب سايت بتاع البورصه مثلا القمح، لو مثلا لو حبيت اعرف بيبيعوا القمح بكام ادخل على الموقع ده اشوف مثلا والله هم العقد بتاعهم على كام، قد ايه، كام كيلو مثلا قمح، او بيتباع بكام او امتى، ممكن يبقى نشوفه مع بعض ان شاء الله. طيب احنا كده تقريبا خلاص خلصنا. اخر حاجه اللي عاوزين نتكلم عليها، ايه فايده دكتور انا خلاص قربنا نخلص يا يوسف، انا خلاص احنا بنخلص اهو، لا عشان دي اخر حاجه هنقولها، قدامنا بالظبط 3 دقايق وطبعا كلكم هتاخدوا ريكورد. خليكم معايا، كنا بنتكلم في ايه؟ طيب ايه فرق بقى ما بين الفورورد والفيوتشر؟ وطبعا دي لسه هنتكلم عليها برضو المره الجايه، ان الفورورد الفيوتشر بيبقى فيه ايه؟ الفيوتشر بيبقى ستاندردايزد، الفيوتشر بيبقى ستاندردايزد، فلما يكون ستاندردايز يبقى بالتالي هيبقى ليه بورصه، لان خلاص كل حاجه واحده فالناس تقدر تشتري وتبيع فيه، يعني اكستشينج تريدد، عكس ما تكون حاجه كاستمايز فمش هلاقي حد عايز نفس الشروط بتاعتي. تاني حاجه هيبقى فيه عنده كليرنج هاوس في الفيوتشر، الكليرنج هاوس ده بيشيل لك الديفولت ريسك، يبقى نو ديفولت ريسك، طيب الاثنين دولت لما يكون حاجه متداوله ومفيش ديفولت ريسك دي بتزود الايه؟ بتزود الليكويديتي بتاع الفيوتشر، يبقى دلوقتي الليكويديتي بتاعت الفيوتشر بتتحسن، صح ولا غلط؟ يبقى الليكويديتي اوف فيوتشر كونتراكت بتزيد اكتر من الايه؟ من الفورورد، يعني الفورورد مش هتلاقيها ليكويد، يعني مش هتلاقي ناس بتشتري وتبيع في الفورورد. ليه؟ لان الفورورد بيبقى فيه خطر ان انت الناس اللي قدامك ما يوفيش بوعده، بيبقى فيه خطر ان انت ما تلاقيش حد عايز تاني نفس الشروط بتاعتك، صح ولا غلط؟ فلما يكون الفيوتشر ماركت عنده ليكويديتي فبالتالي الناس تقدر تشتري وتبيع في الايه؟ في سكندري ماركت، يعني عنده اكتف سكندري ماركت. لو تفتكروا خالص في الاول خالص ما قلت لكم لما العربيه كنا بنبيعها من محمدين لهنا، قلت لك ده نادرا ما تلاقي حد عايز نفس الشروط بتاعتك. ليه؟ لان انت الشروط دي كانت كاستمايزد ليك، اما انا دلوقتي انت عندك شروط ستاندردايزد وعندك كليرنج هاوس بيضمن لك الموضوع، فبالتالي الناس ما
هتشتري وتبيع في السكندري ماركت وهي ايه؟ اطمنا في يبقى في اكتف سكندري ماركت. طيب وطبعا برضو لما تلاقي الحاجه الفيوتشر ماركت اكستشينج تريدد يبقى عليها ايه؟ هيبقى في قوانين بتحكمها، تبقى ريجوليتد، تبقى ريجوليتد. حاجه صعبه، حاجه مش مفهومه في اللي قلناه النهارده. احنا كده خلصنا السيشن الاولانيه، حد مش فاهم حاجه؟ لا تمام يا دكتور، كلكم فاهمين؟ بيت الناس اللي في عايزكم في الشات حتى تقولوا لي فاهمين ولا مش فاهمين عشان اه تمام يا دكتور. تمام، لا تمام يا دكتور. كويس كويس. طيب دي احنا كده خلصنا الايه، خلصنا اول جزء. ان شاء الله هنكمل مع بعض المره الجايه، تبقى سيشن 2 هنكمل فيها هنتكلم على الفورورد والفيوتشر. كنت ايه عايز اقول لكم تاني، انا بعت لكم السمري، طبعا هبعت لكم النوتس اللي كتبناها مع بعض في السيشن دي، هبعتها لكم بي دي اف، وهبعت لكم الريكورد ان شاء الله على يوم السبت. يعني هبعت لكم الريكورد بحيث ايه تقدروا لو تراجعوا على اي حاجه انتوا وقعت منكم. ايه تاني؟ السمري اللي انا مديها لكم طبعا احنا هيبقى فيها معظمها خلصناها، يعني انتوا بصيتوا في السمري اللي انا مديها لكم. سنفتحها عشان نشوفها مع بعض. دكتور معلش ممكن اسال سؤال؟ لا. هو الريكورد اللي حضرتك هتبعته لنا ده هيكون فيديو ولا صوت بس؟ لا هيكون فيديو. اوكي هيكون فيديو. طيب مفيش تيست بانك للماده؟ ما انا هوريكي ثانيه واحده. اوكي ليك معايا يا دكتور. هو مش هينفع حضرتك تبعته قبل يوم السبت؟ حاول ان شاء الله ممكن بكره ابعته لك اشوف كده ان شاء الله. انت ليش هو الريكورد بتاع انتوا طبعا انتوا اعاده طبعا الريكورد بتاع السيشن الاولانيه انا ممكن ابعته لكم النهارده، يعني اللي هو الناس اللي خدوا المره اللي فاتت ممكن ابعت لكم الريكورد بتاعهم دلوقتي جاهز. انتوا الريكورد بتاعكم بتاع المره دي ممكن على بكره او بعده. ثانيه ابعت اوريكم الشكل السمري اللي انا بعتها لكم. تمام شايفين السمري دي؟ السمري اللي انا بعتها لكم شايفينها؟ تمام. هتلاقوا طبعا ده الشرح، هتلاقوا معظم الحاجات دي خدناها، يعني معظم البوينتس دي خدنا. احنا خدنا يعني ايه زيرو سام جيم، يعني ايه زيرو فاليو ات انسبشن، يعني ايه هيدجينج، اخدنا الفرق بين اللونج والشورت، اخدنا ايه هي الديلرز، اخدنا ايه هي البيد اسك سبريد، اخدنا الفيوتشر كونتراكت، واخدنا اليونيفورميتي، واخدنا اللي ما فيش ديفولت ريسك، وعرفنا كليرنج هاوس. فمعظم الكلام ده كله هتلاقيه خدته، يعني احنا يعني 90% من السمري دي، في بس كام بوينت لسه ما اتكلمتش عنهم، هنتكلم عليهم المره الجايه ان شاء الله. هتلاقي بعد كده حاطط لك براكتس كويشنز، هتلاقي حاطط لك كل سؤال وجنبيه الاجابه بتاعته. دي عامله زي تيست بانك، يعني انا كل جزء هديهولك تلاقي بعديه مثلا في اهو ده حوالي 20 سؤال، 20 سؤال على جزء اللي ايه؟ بتاع الجزء ده بس. بعد ما ناخد ان شاء الله المره الجايه السيشن الثانيه هتلاقي فيه هتلاقي برده فيه اسئله على الجزء اللي احنا هناخده في الايه؟ في الجزء اللي بعده. فهمتوا الفكره هتبقى ازاي؟ يعني احنا كل جزء هيبقى عليه الاسئله بتاعته. خلاص في حاجه مش مفهومه؟ في حاجه صعبه في اللي احنا قلناه؟ لا تمام يا دكتور كله تمام يا دكتور. حد عاوز يسال اي حاجه قبل ما نقفل؟ هي السيشن الثانيه تبقى معانا امتى؟ الايه؟ ان شاء الله ممكن على يوم السبت او الاحد، لسه هاكد معاكم ان شاء الله يعني بكره او النهارده بالليل، بكره ممكن اكد معاكم. اكتب على السبت ان شاء الله او الحد بكتير. تمام. طيب دكتور هو حضرتك هتدلنا الريكورد على الواتساب ولا هنا؟ هبعت لكم الريكورد لينك ليه، هبعت لكم اللينك بتقلقيش. لو عايز لو انتم مستعجلين وعايزين الريكورد بتاع السيشن اللي هي الاساسيه اللي انتم فوتوها ممكن ابعتها لكم دي جاهزه. لو انتم عاوزين السيشن بتاع الريكورد دي هبعت استنوا بس بكره ولا حاجه وابعتها لكم. مش ماشي مشكلة. اوكي ماشي. عايزين اي حاجه؟ شكرا يا دكتور مرسي جدا. شكرا يا دكتور. العفو. شكرا جدا يا دكتور. مع السلامه. مع السلامه، اشوفكم ان شاء الله المره الجايه. مع السلامه.